النهارده مباراه جديده ومهمه جدا للنادي الاهلي امام القطن الكاميروني في الجوله الخامسه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. تاكيد كلنا زعلنا من نتيجه مباراه سان داونز الاخيره، واللي اثرت بصوره كبيره على فرص صعود الاهلي اللي ما زالت حتى لو بنسبه ضئيله موجوده. في امل، وطالما في امل يبقى احنا كاهلاويه وكعادتنا كلعيبه بنلعب لاخر دقيقه في اي مباراه. وكمان في حاجه مهمه جدا، احنا بنلعب وندافع عن صوره الاهلي. ماتش النهارده يعني الكلام فيه مش كتير. ماتش النهارده يعني ما لا يحتمل الا نتيجه واحده بس، اللي هو الفوز. الفوز عشان تستمر ان في امل في الصعود، ولكن بيد او باقدام الاخرين. انما اي نتيجه اخرى لا قدر الله النهارده خلاص معناها ضياع فرصه الاهلي في التاهل. لو النادي الاهلي كسب النهارده بمشيئه الله لازم ننتظر نتيجه مباراه بكره بين سان داونز والهلال السوداني اللي هتلاعب بكره ان شاء الله في السودان. وخاصه ان التعادل او خساره الهلال السوداني على ملعبه من سان داونز هيخلي فرصه النادي الاهلي ما زالت قائمه. لكن لو لا قدر الله بقى يعني هنقول ان النتيجه كانت عكس اللي احنا نتمناه، ده طبعا هيقضي على فرصنا في الصعود. الكلام ده على فكره برضو يعني الثلاث سنين اللي فاتوا يمكن مرينا بظروف مشابهه وكان التاهل في الجوله الاخيره من دور المجموعات. لكن مش معنى كده ان احنا هنستنى ونأدي بتراخي حتى لا قدر الله لو النتيجه بكره مش في صالحنا. النادي الاهلي كل مباراه، وعايز اتكلم في حاجه معينه برضو معلش، بصفتنا احنا كلنا بننتمي للنادي الاهلي وكلنا يهمنا حاجه واحده بس، النادي الاهلي الكيان العظيم. اوقات كتير جدا مرت علينا بيبقى فيها عثرات، مش عايز اقول كتير لكن مرت قليله في النادي الاهلي على فكره، بس مرت علينا، انا قصدي على كل الاجيال. كويس قوي، مش عايز اقول وقع على النادي الاهلي ما بيقعش. الناس بقى اللي خدتنا في سكه تانية والنادي الاهلي وقع والنادي الاهلي مش عارف ايه والاداره كذا، دول ناس مغرضين وليهم مصالح واغراض شخصيه مش هنتكلم عليهم. احنا بنتكلم على جمهور النادي الاهلي العظيم. ايامنا واللي قبلنا واللي قبلنا في بعض العقبات، مش عايز اقول وقعنا فيها ولكن حصلت لنا، وبعض العثرات حصلت لنا. مين اللي بيقومنا تاني يعني بفضل الله وبعد ربنا؟ مين اللي بيعدل الكفه؟ مين اللي بيرجعنا تاني للحاله بتاعتنا؟ جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو اللي بيرجعنا للحاله بتاعتنا تاني. جمهور النادي الاهلي اللي بياخدنا في سكه تانيه خالص واحنا في الازمات بتاعتنا، في مش عايز اقول مشاكل واخطاء، الاخطاء والمشاكل موجوده على طول في كل حته، ولكن احنا تعودنا في النادي الاهلي المشاكل او الاخطاء بنقفل على نفسنا، بنقفل على نفسنا والحاجات دي بتتحل وبتتناقش في الغرف المغلقه زي ما بيقولوا. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. خلينا بقى في اللي واضح اللي في الملعب. انا كلاعب انا مش في حالتي، انا مش في حاله كويسه وعايز اخرج من اللي انا فيه. الوضع الطبيعي مين اللي هيخرجني من اللي انا فيه؟ ربنا طبعا، وانا ليا دور، ولكن في دور مهم جدا 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 لجمهورنا العظيم. الواحد مرت عليه اوقات كان محتاج دعم ومسانده من اي حد قريب منه. انا اللعيب بتاثر لما بكون في حاله مش كويسه، انا بحس بنفسي. لما بتكون النتائج مش كويسه برضو بحس ان انا مقصر، وان انا يعني مقصر في حق البيت الكبير بتاعي اللي هو بيت النادي الاهلي، مقصر في حق الفانيلا، مقصر في حق جماهير النادي الاهلي. بس مين اللي هيطلعني من اللي انا فيه؟ مين اللي هيطلعني من اللي انا فيه؟ مين اللي هيطلعنا من المأزق اللي احنا فيه؟ جماهير النادي الاهلي. هي جماهير النادي الاهلي عودتنا على كده. احنا متعودين ان النادي الاهلي دايما بيكسب، النادي الاهلي دايما بياخد البطولات،
وبنزعل لما يحصل حاجه، وبنزعل لما يكون فيه، مش عايز اقول بقى الكلام اللي اتقال المره اللي فاتت، اللي يعني في ناس اتكلمت من بره وقالت مش عارف هزيمه مهينه، هزيمه مش الاهلي عمره ما يتهان. النادي الاهلي عمره ما يتهان، النادي الاهلي عمره ما هيقع ابدا. بفضل الله وبفضل جماهيره العظيمه. ناس خدتنا في سكه تانية خالص. خالص. مش دول جماهير النادي الاهلي العظيم. من حقنا نزعل. من حقنا ننتقد. من حقنا نتكلم لان الخساره تقيله. الخساره تقيله. مش متعودين عليها. خالص. زعلنا من حقك تقول رايك، من حقك تقول رايك. من حقك تنتقد، من حقك تنتقد. لكن في اسلوب تنتقد بيه. في اسلوب تقول وجهه نظرك بيه. انما في ناس راحت لحته تانية خالص. تجاوزات وعدوا خطوط حمراء واتكلموا على الاداره ولا اختزلوا كل الانجازات علشان نتيجه المباراه اللي فاتت. ما بقولكش ما تزعلش، احنا كلنا زعلنا وما زلنا زعلانين. وما زلنا زعلانين، يعني انا كل اللي بفكر فيه ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا، ربنا يكرمنا ونكمل، كل حاجه بتاعت ربنا يعني. وقابل صن داونز دول مره تانية. انا اتمنى كده يعني، انا لو كنت لعيب في الملعب كنت هتمنى كده، بس طبعا الظروف دلوقتي مش في ايدينا احنا، الظروف في اقدام لعيبه تانية او فرق تانية. ولكن اللي انا عايز اقوله ان ده الوقت، ده الوقت اللي احنا كجماهير النادي الاهلي نقف مع فرقتنا فيه. انا كلعيب محتاج ايه؟ محتاج الجمهور دوت يسندني، محتاج الجمهور ده يدعمني، محتاج الجمهور ده هو اللي يفوقني ويقومني تاني من جديد. انا ما وقعتش، انا ما وقعتش، بس في كبوات بتحصل في السكه. انا دوري، انا دوري كجمهور النادي الاهلي، انتوا اللي عودتونا على كده على فكره، انتوا اللي عودتونا على كده. انا يعني مش عايز اجيب مواقف معينه الواحد مر بيها، ولكن انتوا اللي عودتونا على كده. انتوا دايما بتقولوا احنا على الحلوه والمره معاه، لا ده انتوا دايما بتقولوا لي ايه، لا ده احنا على المره قبل الحلوه معاه، على المره قبل الحلوه معاه. والمر قليل، ولكن المر بيزعلنا وما زلنا زعلانين. من حقك تنتقد فنيا، ومن حقنا نلوم ونعاتب اللعيبه. ليه؟ لا انا بلوم ولا عاتب اللعيبه، لان انا بحب الكيان. هو انا حبي انا كجماهير النادي الاهلي العظيمه دي كلها، انا حبي للكيان مرتبط بمصلحه شخصيه بيني وبين النادي الاهلي، مرتبط بخلاف شخصي بيني وبين حد في مجلس الاداره، مرتبط بخلاف شخصي بيني وبين الكابتن محمود الخطيب جوه مجلس الاداره رئيس النادي الاهلي، ولا مرتبط بايه؟ بحبي للكيان. انا بحب الكيان، جماهير النادي الاهلي العظيمه دي مال دي بتدفع من قوتها علشان النادي الاهلي، عشان تتبسط، عشان النادي الاهلي يسعدها. مش عايزه اي مصلحه ولا اي اغراض شخصيه من اي حد في النادي الاهلي، ولا عايزه حاجه من النادي الاهلي غير النادي يسعدها. والنادي الاهلي هو مش عايز اقول بقى صاحب البسمه وصاحب السعاده الكلام ده كتير، بس الكلام ده حقايق. طب احنا دورنا، احنا دورنا كجماهير اهلاويه، لو ما وقفناش مع الفرقه دلوقتي، لو ما وقفناش مع مجلس ادارتنا دلوقتي، لو ما وقفناش مع الكابتن محمود الخطيب دلوقتي، هنقف فين؟ لما بيبقى لما الفرقه بتكسب والامور تمشي عاديه، يا سلام كل حاجه سالكه ومجلس اداره هايل وكابتن محمود الخطيب اداري هايل وما شاء الله. يحصل اي حاجه يبقى هي اداره والكابتن ومجلس الاداره وده. خلينا نكون واقعيين شويه برضو يعني. حاجه بصوا، انا ما بيهمنيش حاجه غير النادي الاهلي زي جماهير النادي الاهلي العظيمه. خلينا نتكلم بعقلانيه شويه عشان في ناس دخلتنا في سكه تانية خالص، تجريح وللاسف للاسف يعني حاجات يعني فوق الاعراف والقيم الرياضيه والاخلاقيه. دي قله ليها غرض معين في اللي حصل الماتش اللي فات، عشان بيشن هجوم معين على شخصيه معينه، عشان هو ليه غرض شخصي. انا ما بتكلمش بقى على الشويه دول، انا بتكلم على جماهير النادي الاهلي العظيم اللي بتحب النادي الاهلي، اللي بتشجعه من اي مكان، اللي بتشجعه في كل زمان، جماهير المخلصه اللي هي ملهاش اي اغراض شخصيه ولا غرض معين جوه النادي غير ان النادي الاهلي يكسب، غير ان النادي الاهلي يحقق بطوله، غير ان النادي الاهلي يجيب بطوله يفرحنا يسعدنا زي ما هو دايما بيسعدنا. حبي للنادي او حبي للكيان مش مرتبط باي مصالح شخصيه، مش مرتبط بوجود شخص او عدم وجود شخص، مش مرتبط بخلاف مع شخص معين جوه مجلس اداره او جوه النادي، ما بختزلش كل ده عشان انا مش موجود او انا عايز حاجه من جوه. لا،
لا، جمهور النادي الاهلي العظيم في مقوله بتتقال، النادي الاهلي فوق الجميع. النادي الاهلي فوق الجميع، يعني فوق كل ابنائه. الكيان العظيم ده، الكيان العظيم ده محتاج ايه مننا كلاعيبه احنا، او كناس مثلنا النادي الاهلي قبل كده، محتاج مننا رد جميل للكيان اللي خلانا نجوم، اللي وصلنا للي احنا فيه. محدش يقدر ينكر ابدا فضل ربنا، فضل الاهل طبعا، الوالد والوالده، وبعدين فضل النادي الاهلي علينا جميعا. مش عشان هدف شخصي او غرض شخصي او خلافات اهدم الكيان، بالعكس، النادي الاهلي كيان كبير عمر ما حد يقدر يهدمه، وليه جميل علينا كلنا، على كل واحد كان منتمي في يوم من الايام للنادي الاهلي، فضل كبير جدا 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 علينا. احنا بقى كاهلاويه، كمشاهدين، احنا متفرجين دلوقتي، يكفي ان النادي الاهلي كان العظيم ده مصدر السعاده لينا، وده سر زعلنا، ومن حقنا نزعل، من حقنا نزعل، اللي حصل يزعل يضايق، وحق الجماهير علينا ان هي تنتقد تلوم تعاتب، وانا هستحمل، لان انا مقصر، مقصر، وتقول وجهة نظرك وتنتقد، ولكن في اسلوب، اسلوب النقد البناء، مش نقد هدام. عمر ما كانت جماهير النادي الاهلي ابدا ابدا تحاول تهدم في فرقتها. طيب لما بتيجي تقول لي هو انا بهدم فرقتي، لا مش بتهدم فرقتك، بس انا دلوقتي محتاجك انت تطلعني من اللي انا فيه دلوقتي ده، محتاجك تطلعني من اللي انا فيه. مين اللي هيطلعني؟ انا هحاول وتوفيق ربنا، بس انا عايز كمان دعم، بجانب توفيق ربنا، دعم جماهير النادي الاهلي. اللعيبه بتتاثر باللي بيتقال عليها، للاسف يعني السوشيال ميديا يعني متحكمه في حاجات كتير دلوقتي، ما كانتش ايامنا، انما كان في حاجات في الاعلام، كان في حاجات تسمعها، حد يتكلم في التليفون يقول حاجه، يعني دي كانت برضو بتاثر بصوره سلبيه احيانا للي بيفكر في الحاجات دي. اللعيبه بتاعت اليومين دول مرتبطه شويه بالسوشيال ميديا، فبتتاثر، تتأثر نفسيا، وبالتالي علشان تطلع من اللي هي فيه هتاخد وقت شوية. طب أنا كجماهير النادي الأهلي العظيمة الكبيرة دي اللي هي ورانا في كل مكان لحد دلوقتي، احنا بطلنا وجماهير النادي الأهلي ما زالت على تواصل معانا، تطمن علينا، انتوا فين، انتوا عاملين ايه، انتوا كويسين، احنا بنتبسط لما نشوفكم، احنا عايزين اكتر من كده، احنا وراكم، يا ريت تبلغوا رسالة. ده جماهير النادي الأهلي. فأنا كجماهير نادي أهلي، لو حد من الجماعة اللي هم دخل في سكه مش بتاعتنا بعد الماتش اللي فات، مش دور جماهير النادي الاهلي ده، او دي مش جماهير النادي الاهلي، دول دخلاء على النادي الاهلي، على جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي عارفه دورها كويس قوي 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 قوي، زي ما قلنا، علشان اطلع من اللي انا فيه انا محتاج دعمكم، انا محتاج مساندتكم دايما دايما. لما بيحصل لي كبوه بعد ربنا، جماهير النادي الاهلي هي اللي هتخرجنا من اللي احنا فيه. انا كجماهير او كواحد منتمي للنادي الاهلي، ادوس عشان اهد الكيان ده؟ هو مش هيتهد ان شاء الله، بس انا ادوس؟ لا، اللي بيعمل كده ليه اغراض معينه. انا دوري حته تانية خالص، اللي انتوا عودتونا عليه دايما، انتوا اللي معودنا على كده. هتكلم في نقطه حصلت لنا زمان، الجيل بتاعنا يعني. جت فترة من الفترات كنا العاشر في الدوري. العاشر في الدوري. كنا بنمر بصعوبات رهيبة في كل الماتشات. وأقسم بالله العظيم كل ماتش النتيجة ما بتكونش في صالحنا، سواء تعادل أو هزيمة، بنلاقي الجماهير جوه استاد مختار التتش في التدريب بتشجعنا كأننا واخدين بطولة. كأننا واخدين بطولة. نهينا الموسم ده في المركز الرابع والجماهير بتشجعنا والجماهير ورانا، وصلنا نهائي كاس مصر، وصلنا نهائي كاس مصر، والجماهير عندها امل، وان احنا في الحاله الفنيه ديت بتدعمنا نفسيا، نفسيا الجانب الفني والبدني في الفتره دي بالنسبه لنا احنا كنا متاثرين كتير قوي، متاثرين حتى في المباراه بتاعه كاس مصر.
في وقت من الاوقات ما كناش الافضل، ولكن الجماهير بتاعتنا فضلت لحد اخر ثانيه في الملعب متاكده وواثقه بالدعم والمسانده والتاييد ان احنا هنجيب البطوله. وحصل وجبنا البطوله. انا بتكلم على جماهير النادي الاهلي العظيم، موقف، انا بتكلم على موقف من ضمن مواقف، المواقف اللي فيها صعوبات مش كتير، ولكن انا بتكلم على جمهور النادي الاهلي الحقيقي. هو ده جمهور النادي الاهلي. هتقول لي ما اتكلمش، لا اتكلم، انتقد، قول رايك بصراحه، قول رايك، بس في اسلوب يتقال فيه الراي، في اسلوب انك تخالفني في وجهه نظر. ما كلنا اختلفنا في وجهه النظر الماتش اللي فات، وقلنا اللعيبه، لا اللعيبه كانت مقصره، الجهاز الفني خانوا التوفيق في بعض الحاجات، الطريقه، البدايه بالتشكيل، الاداره، قلنا، بس في اسلوب يتقال. مش اهد، مش اهد، عمر النادي الاهلي ما هيتهد، ولكن زي ما اللعيبه ليها دور في الملعب، زي ما الجهاز الفني ليه دور، زي ما الاداره ليها دور، زي ما رئيس مجلس الاداره ليه دور، انا ليا دور. الدور دعم ومسانده الكيان. اللي بيمثلني مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره، انا وراه. هو انا عايز بس اتطرق لنقطه ما كنتش حابب ان انا اتطرق ليها، يعني لان ليها ناسها وفي مسؤولين ممكن يردوا عليها، عشان الكلام اللي اتقال ان الدعم وكنا مستنيين دعم هو تفتكروا حضراتكم ان مجلس اداره النادي الاهلي في قياده الكابتن محمود الخطيب مش عارف ان في حاجات لازم تتعمل؟ مش عارف ان في حاجات لمصلحه النادي الاهلي لازم تتعمل؟ مش عارف ان في حاجات معينه البعض بيتكلم فيها، وفي حاجات محتاجه دعم، في حاجات محتاجه تدخل، ولكن احنا تعودنا في النادي الاهلي ان احنا بنسيب، زي ما نقول بنسيب العيش لخبازه، وبنسيب الامور للي بيمثلنا. تفتكروا اللي بيمثلنا مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب عايز النادي يقع؟ خلينا اقول حاجه كمان بس هتكلم فيها بصوره فنيه اكتر، يعني عشان الناس اللي بتقول ده النادي الاهلي تعمد مجلس ادارته انه ما يجيبش لعيبه في شهر يناير. طيب نتكلم في النقطه دي. احنا اول دوري الحمد لله، في بعض المراكز محتاجه تدعيم معاكم فيه. طيب لما نيجي نتكلم على، مش هتكلم على الناحيه الماليه، والناحيه الماديه دي مش بتاعتي، انا مش مسؤول جوه النادي فمش هتكلم فيها، انما خلينا اتكلم معاكم بعقلانيه شويه. احنا بنتكلم على انتقالات يناير، لما نيجي نتكلم بتكلم على ايه؟ انتقالات يناير اللي هي نص الموسم، نص الموسم. لما تيجي تجيب لعيب من بره في نص الموسم، تفتكر ان هو ده اللي هيبقى يعني زي ما بنقول كده واو، ولا هو فرقه مش محتاجاه، فرقه عايزه تكسب فانت هتدفع كتير جدا؟ اللعيبه فئات، اللعيبه ليفل، مستويات، مستوى اول، مستوى تاني، مستوى تالت في العالم كله. لما باجي اتكلم على انا عايز لعيب عالي قوي، هو اللعيب مش هتكلم بقى على الاهلي والزمالك، انا هتكلم على مصر، الدوري المصري. في لعيب ليفل اول في العالم هيجي لك هنا؟ اتكلم بمنطقيه بقى شويه، عشان الجماعه اللي بتهاجم عمال على بطال، بلاش الليفل الاول، مش هيجي لك هنا، ده هيفكر ان هو يروح اوروبا. طيب وليفل تاني هيروح اوروبا في بعض الفرق، ما مستويات برضه، ولو في حاجه اكتر، ما هي بقت بيزنس دلوقتي، هيروح على فين؟ اذا كان شويه من الليفل الثاني او المستوى الثاني والليفل الثالث، هيروح على الخليج. ما هي العمليه بيزنس، انت بتتكلم في فلوس دلوقتي، اللي هيدينا اكتر هروح له. انت على قد، مش عايز اتكلم برضو على النادي الاهلي بصفه معينه، لا بتكلم على مصر بصفه عامه. اه النادي الاهلي هو الطب، ولكن انا بتكلم اللي هيجي لك مين؟ وبتتكلم على شهر يناير، بتتكلم على شهر يناير. ما انا اجيب حد يفرق يا مش هجيب. النادي الاهلي تعود دايما ان هو لما بيكون في نواقص بيجيب، لما محتاج دعم بيجيب، بس في توقيت معين وفي ليفل معين وعلى قد فلوس. ما هو ليفل نمره واحد وليفل نمره اتنين مش هيجي لك هنا. خلينا بس نتكلم بقى بمنطقيه شويه، مش هيجي لك هنا، واللي بعديهم هيروح الخليج عشان الفلوس. فانت بتتكلم على
مثلا اللي هم مش عايز اقول فرز لان انا ما احبش ان انا اقول كده على لعيبه كوره، بس هيجي لك مثلا مستوى ثالث او مستوى رابع. طيب في الفتره بتاعت يناير انا كنادي اهلي بقى دلوقتي، انا كنادي اهلي لما اجي اجيب لعيب مش هجيب لعيب عشان يبقى لعيب مؤثر، عشان لعيب يجي يديني دعم ويفرق معايا كنادي. مين في يناير هيسيب لعيب كده؟ مين؟ اه انت بيبقى ليك اختيارات وتبقى حاطط بنود او شروط في اللي انت عايزه في بعض المراكز، ولكن في ناس ليها الحته دي فيها، في ناس احنا عارفين ان احنا محتاجين دعم، ولكن التوقيت بالنسبه لنا كان صعب. برضو مش هتكلم على الناحيه الماديه والناحيه الماليه دي ليها ناسها، انا بتكلم على التوقيت اللي احنا فيه. انت ما زلت حتى الان، عشان في ناس كتير جدا بتحاول تقول ان الاهلي انهار، عمر الاهلي ما هينهار، عمر النادي الاهلي ما هينهار، والهزيمه يقول لك مهينه وز... لا هزيمه كانت البرازيل قفلت لما خدت 8، مش معنى كده ان انا بهون من الهزيمه، لا ما هونش من الهزيمة. كلنا زعلانين ومقهورين من جوانا، كلنا زعلانين ومقهورين من جوانا، ولكن انا بتكلم على عده اعتبارات، منها ان انا لازم اساند الكيان في العثرات قبل المسرات والافراح، لازم. لكن الفتره دي زي ما اللعيبه ليها دور، الجهاز الفني ليه دور عشان نطلع من اللي احنا فيه ده، احنا كمان كجماهير لينا دور. جمهور النادي الاهلي هو اللي عودنا دايما على كده، جمهور النادي الاهلي لا قوم انت ما وقعتش بس انا معاك لحد ما تعدي الفتره دي. في هجوم شديد جدا 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 على لعيب بنعتز بيه كلنا، كابتن محمد الشناوي. وضع طبيعي ان انا بيجي فتره من فترات ممكن اغلط، ببقى عايز دعم، عايز مسانده، فتره من فترات ممكن ما انا دلوقتي بقول ده مش طبيعي، ولكن ممكن اتاثر نفسيا بحاجات كتير، فيجي ماتش في اتنين في تلاته لا انا مش في حالتي، طب انا عايز اطلع من اللي انا فيه، انا كلاعب عايز اطلع من اللي انا فيه، مين اللي هيطلعني؟ جمهور النادي الاهلي. مش الناوي كحارس مرمى النادي الاهلي مش عايز اقول شالنا لان ده دوره، مش شالنا، ولكن اجاد في مباريات كتير، عشان انا لو قلت شالنا هتقولي شالنا ايه، هو بيمن علينا؟ لا ما بيمنش علينا، بس الراجل اجاد في مباريات كتير، كان ليه دور مؤثر في بعض المباريات وفي بعض البطولات، ايوه مع بعض اللعيبه ومع كل اللعيبه وبجماهيرنا العظيمه، اه كان ليه دور وليه دور كبير وكان ليه دور مؤثر. طيب انا مش عايز اقول برضه اشيل، لما انا كنت موفق في اوقات واجدت في اوقات، لما اجي مش اقع بس انا مش في حالتي، انا مش في حالتي وعايز اطلع من اللي انا فيه، يتداس عليا ولا تشيلني من اللي انا فيه ولا ترجعني زي ما كنت، تدوس وتوقع الفرقه وتوقعني ولا تشيلني رجعني تاني زي ما كنت؟ عايز ارجع الشناوي بتاع زمان، عايز ارجع قفشه بتاع زمان، عايز ارجع محمد شريف بتاع سنتين فاتوا وسنه فاتت، عايز ارجع احمد عبد القادر اللي كان في سموحه واللي بدا معانا كويس وبعدين قل شويه، انا عايز ارجع. في لعيبه كتير عايزه ترجع، اه من حقك تهاجم، مش تهاجمني، هاجمني يا سيدي، انتقدني مفيش مشكله، ولكن في اصول، في اسلوب، انت مش عايز توقعني، انت عايز نقف على رجلي، انت انتقدتني صح انا معاك ومش هقدر اتكلم لان انا مقصر، ولكن انا محتاجك بقى، انا محتاجك، انا متقبل كل اللي انت بتقوله، كل اللي انت بتقوله انا متقبله لان انا مقصر، انا مش في حالتي، انا قصرت في حق الكيان ده، بس انا عايزك معايا وتسندني وتطلعني من اللي انا فيه وترجعني تاني، ترجعني انا الشناوي نمره واحد، هو ما زال نمره واحد، ولكن انا عايز ارجع الشناوي بتاع زمان، بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت،
السنه نص السنه اللي فاتت، عايز ارجع الشناوي، الشناوي نمره واحد، والنمره اتنين يجي بعديه بمراحل. عايز ارجع حسين الشحات اللي هو الحمد لله الفتره الاخيره كان كويس ولكن جت الاصابه. عايز ارجع قفشه بتاع زمان، عايز ارجع محمد شريف، عايز البدايه بتاعت محمد عبد المنعم، مين اللي هيطلعني ومين اللي هيرجعني لكده؟ جماهير النادي الاهلي العظيمه، هي دي، هو ده دورنا، هو ده دورنا، ننتقد، نتكلم، نعاتب، نلوم لما نبقى وحشين، ولكن احنا كلنا ورا الكيان، ورا الكيان. جماهير النادي الاهلي عودتنا على كده، جماهير النادي الاهلي حتى في عز الازمات انا وراك، انا وراك، مش ههاجمك، انا معاك، لان انا بحب الكيان، ماليش غرض معين. ده دورنا كجماهير النادي الاهلي، وانا متاكد ان جماهير النادي الاهلي بتعمل كده وزياده كمان، وهتعمل كده وزياده الفتره اللي جايه. اتكلمت كتير في النقطه دي، ولكن انا كنت من جوايا متضايق لاسباب كتير، متضايق من الخساره بتاعه الماتش اللي فات، ومتضايق من الحمله الشرسه الشعواء اللي اتعملت على النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. قول يا سيدي اللي انت عايزه، قول براحتك، في اسس عودتنا عليها جماهير النادي الاهلي. ما بقولش انك تقفل بقك، لا انا ما بقولش كده خالص خالص، انا ما بقولش كده. من حقك تقول وجهه نظرك، انا اتعودت على كده اقول وجهه نظري حتى لو مخالف لوجهه نظر الكابتن محمود الخطيب نفسه، بس في اسلوب، في اسلوب يتقال بيه. انا مش عايز اهد، انا عايز اوقف تاني، انا ما وقعتش بس عايزك تقف على رجليك تاني. انت كده نص نص، لا عايزك تقف على رجليك تاني. انا ان شاء الله بفضل ربنا وجماهير النادي الاهلي هي اللي هتوقفنا على رجلينا تاني. بطوله ما زال عندنا امل فيها، نلعب على الامل حتى لو مش بايدينا. ثلاث سنين اللي فاتوا ما كانتش بايدينا، ولكن بفضل ربنا وفضل جماهير النادي الاهلي وصلنا للنهائي. طب ما تيجي نتكلم على حاجه تانية. في خلال ست سنين انت وصلت للفاينل خمس سنين باللعيبه دي، في وقت من الاوقات محتاج تغيير جلد، محتاج، محتاج دعم، محتاج، محتاج انك في بعض المراكز تجيب لعيبه معينه، محتاج. يعني تفتكروا ان القائمين على او المهتمين بشؤون الكوره في النادي الاهلي مش عارفين الكلام ده؟ اكيد عارفين، ولكن في توقيت، في حاجات معينه في اداره الكوره، واحنا كلنا ثقه في الكابتن محمود الخطيب والمسؤولين عن فرقه الكوره ان هم يعملوا الدور بتاعهم. احنا لينا دور، هم ليهم دور. الفتره دي كل اللي يهمنا ان احنا نقف ورا فرقتنا، نقف ورا نادينا، نقف ورا الكيان العظيم اللي دايما بيسعدنا. كلمت، خدت وقت كبير، ولكن كان نفسي اطلع يعني شويه من اللي جوايا. قبل ما نتكلم على ماتش النهارده فنيا، نروح لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من فندق الاقامه، نطمن منه على اخر الاجواء، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. كل الشكر لكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي. برحب بيك يا كابتن ايمن، وبرحب بكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من جروه والتحديد مقر اقامه فريق النادي الاهلي، واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق القطن الكاميروني في مباراه واحده من المباريات الهامه جدا، مباراه الجوله الخامسه للنادي الاهلي، مباراه تحمل الكثير من المعطيات للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي كان يعني كان ادى مران في بريتوريا يوم الاربعاء، ثم توجه الفريق الى جروه برحله طيران استغرقت خمس ساعات ونصف، تمرين وحيد اداه الفريق هنا على ملعب روماندي اجي الاستاد اللي استضيف احداث اللقاء. عايز اقول لك ان واحد من افضل الملاعب، الجميع في افراد بعثه الفريق النادي الاهلي اشاد بارض الملعب. درجه الحراره طبعا يا كابتن ايمن انت بتتكلم في حوالي 35 درجه مئويه، درجه الحراره عاليه جدا، ولكن نسبه الرطوبه قليله، يعني نسبه الرطوبه بتتراوح من 18 ل 15، فده مد يعني نسبه هواء شويه افضل في الاجواء الملعب او اجواء مدينه جروه بالتحديد. عايز اقول لك ان مستر مارسيل كولر بالامس طبعا عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين، نتكلم طبعا على النقاط المطلوبه
وطريقه اللعب اللي هيلعب بيها هذا اللقاء، وايضا يعني تعليماته الاخيره، وعرض مجموعه من الفيديوهات الخاصه بفريق القطن الكاميروني ونقاط القوه ونقاط الضعف. طبعا هو شدد على اهميه هذا اللقاء بالنسبه للاعبين، بالنسبه للنادي الاهلي، وقال في المؤتمر الصحفي احنا عندنا الدوافع وعندنا الرغبه، وايضا فريق القطن الكاميروني عنده الدوافع وعنده الرغبه. وخليني اقول لك ايضا يا كابتن ايمن ان اداره فريق القطن الكاميروني بترصد 400,000 فرنك لكل لاعب في فريق القطن من اجل الفوز على النادي الاهلي ومن اجل تحقيق انتصار على النادي الاهلي. ايضا المدير الفني للفريق يعني طبقا للاخبار اللي اتقالت لنا من قبل وسائل الاعلام هنا في الكاميرون او في جروه انها تعتبر اخر مباراه لفريق للمدير الفني لفريق القطن الكاميروني في حاله الهزيمه من النادي الاهلي. يعني تم اخباره من مجلس الاداره ان في حاله تلقي الهزيمه من النادي الاهلي هيطرق القياده الفنيه ويعني يطرق الجهاز الفني لفريق القطن الكاميروني. الحاله اللي احنا شايفينها هنا من جماهير جروه يعني عايز اقول لك حاله ود، حاله تقدير لاسم النادي الاهلي. الجميع بيتسابق لالتقاط الصور التذكاريه مع اتوبيس النادي الاهلي وحافله النادي الاهلي. الجميع عارف قيمه النادي الاهلي وعارف يعني عندهم تقدير كبير جدا سواء للمنتخب المصري او للاعب النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 9:30، ثم كانت صلاه الجمعه ومستر مارسيل كولر طبعا بعديها طبعا كانت المحاضره الفنيه، كان وجبه الغداء والمحاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر طبعا اللي اتكلم مع اللعيبه طبعا للتعليمات الاخيره الخاصه بهذه المباراه. طبعا الجدير بالذكر طاقم تحكيم بالكامل من كينيا يدير احداث اللقاء اللي احنا طبعا لامسينه يا كابتن ايمن مع يعني سواء من رحله جنوب افريقيا او رحله جروه. خلاص اللعيبه قفلت تماما صفحه مباراه الماميلودي سان داونز، وده اللي طالب بيه مستر مارسيل كولر، هنقفل تماما صفحه مباراه ماميلودي سان داونز، تركيزنا كله بينصب على مباراه القطن الكاميروني. اكيد هنفتح صفحه مباراه ماميلودي سان داونز ولكن مش في التوقيت ده ولا في هذه المرحله. عندنا المرحله المهمه اللي محتاجه دعم ومسانده ومحتاجه الرغبه من اللاعبين اللي احنا نتمنى نشوفها في ارض الملعب النهارده. اللي اقدر اطمنك ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي من التمرين الاخير طبعا والامور اللي احنا شفناها من اللاعبين، في دوافع عند اللاعبين، في رغبه عند اللاعبين. باكد لك طبعا جاهزيه حسين الشحات لهذه المواجهه، جاهزيه خالد عبد الفتاح، احمد عبد القادر، عمرو السلاي، باكد لك جاهزيه كافه لعيبه النادي الاهلي. يتبقى الامر لمستر مارسيل كولر والرؤيه الفنيه الخاصه بهذه المباراه. طبعا دي كانت كل التفاصيل كل الكواليس من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. فاروق صلاح طمنا كالعاده على الاوضاع هناك، وزي ما قلت لحضراتكم هو ماتش مش هنتكلم فيه في فنيات كتير، في ماتشات ما تتكلمش فيها كتير لان انت محتاج حاجه واحده بس، تكسب بكل الطرق المشروعه، مفيش قدامك غير كده. احنا حطينا نفسنا في مأزق لازم نطلع منه بمساعده ربنا طبعا، فمفيش قدامك غير انك انت تكسب النهارده ان شاء الله. كل التوفيق للعيبه النادي الاهلي النهارده، كل التوفيق. احيانا بيغيب التوفيق عنك فبنقول ايه، التوفيق لما بيغيب ممكن في اختيار خاطئ، انت خدت قرار غلط في الملعب ممكن، فبتاثر على فرقتك، بتاثر عليك، ممكن تاثر عليك سلبيا، وده اللي حصل الماتشات اللي فاتت ومنهم ماتش سان داونز. ما بتكونش في حالتك الفنيه خالص، لا الفنيه ولا البدنيه ولا الذهنيه، المدير الفني غاب عنه التوفيق في حاجات. فانا بقول بس عنصر التوفيق يلازم النهارده ان شاء الله المدير الفني او الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، وكلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي انها هتعدي باذن الله المرحله دي على خير، والبدايه من النهارده ان شاء الله المكسب يكون للنادي الاهلي. نقطتين صراع هتكلم فيهم ثواني وبعدين اطلع لفاصل. النقطه الاولانيه بقول لجماهير النادي الاهلي العظيمه، خليكم واعيين كعاداتكم دائما، في بعض المغردين الاعلاميين وبعض الرياضيين للاسف بيتمنوا وقوع النادي الاهلي، دي مش هتكلم فيها، انتوا عارفين. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها ليه برضو سريعا، للرابطه المسؤوله عن الدوري اللي حطت لنا عائق ماتش المقاولين قبل ماتش سان داونز اللي احنا رحنا سافرنا فيه جنوب افريقيا يوم كامل وبعديها بيومين بنلعب مباراه. نفس الرابطه اللي مصممه انها تعمل كاس الرابطه، ماشي يا سيدي اعمل كاس الرابطه، اعمل اللي انت عايزه، هو تقليد بره وخلاص، ولكن وبتيجي تصوت او تصرخ لما النادي الاهلي بيطلب تاجيل ماتشه يوم او يومين، لا مش هينفع، لا هتبوظ لنا الدوري، لا هتبوظ لنا المسابقه، لا ماشي. عندك
حاجه اسمها كاس الرابطه، انت مصمم انك تعملها؟ ماشي يا سيدي تعملها. النادي الاهلي عنده ماتش في كاس الرابطه مع المصري البورسعيدي النهارده حضراتكم. النادي الاهلي هيلعب يوم 17، لما يرجع هيرجع مثلا بكره 18، عايز له يومين ثلاثه استشفاء. ماشي برضو خليني معاكم في مجموعه دوليه راحة للمنتخبين، المنتخب الكبير ومنتخب الاولمبي. ماشي بتتكلم على تقريبا ثلاث ارباع الفريق بتاع النادي الاهلي. انت مصمم تعمل كاس الرابطه، ماشي اعمل لي يا سيدي كاس الرابطه، ما انت بتقلد وخلاص. عامل لي ماتش المصري يوم 27، يعني النهارده بلعب 17، تقوم تعمل لي ماتش المصري في كاس الرابطه يوم 27، وبعديها بثلاث ايام النادي الاهلي عنده الهلال السوداني. بعديها بثلاث ايام النادي الاهلي عنده الهلال السوداني. تخيلوا حضراتكم، يعني حتى المجموعه اللي موجوده هنا لو انا هحتاج منها حد، ما انا مش عارف اللي جاي دول شكلهم ايه؟ حالتهم شكلها ايه؟ اللي مصاب واللي متعب عفوا واللي مجهد، تقوم عامل لي حاطط لي ماتش المصري في كاس الرابطه يوم 27 وانا عندي ماتش مع الهلال السوداني ممكن يكون حاسم، ان شاء الله يكون حاسم ان شاء الله. ولا انت ايه؟ ولا انت فرحان في اللي انا فيه؟ ولا انت عايز تفرح اكتر؟ انا مش فاهم حاجه خالص، انا مش فاهم بصراحه المنظومه دي بتدار ازاي، انا مش فاهم. انت بدل ما تساعد بتهد. انت عايز نقع؟ عايز تدوس عليا اكتر؟ ده انت عندك 8 ايام 9 ايام، حط لي اخر ماتش فيهم لو انت مصمم قوي انك تعمل كاس الرابطه. اجهز حتى الشويه اللي هم ده لو عملت فرقه، لو الشويه اللي موجودين هنا عملوا فرقه. انما تحط لي الماتش 27 وانا بعديها بثلاث ايام، ده حتى لو ما كانش ماتش حاسم. عندي ماتش مع الهلال السوداني هنا. وانت تحط لي قبل الماتش الهلال السوداني قبليها بثلاث ايام ماتش المصري؟ والمده دي كلها طيب ايه النظام فيها يعني؟ يعني الترتيب ايه؟ يعني ايه الغرض انك بتحط ماتش المصري البورسعيدي في كاس الرابطه للنادي الاهلي يوم 27؟ مش فاهم بصراحه يعني، ما انا ما اعرفش الامور بتدار ازاي، ولكن يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا وينصرنا على ناس كتير، ينصرنا على حاجات كتير. هقول تشكيل النادي الاهلي النهارده وبعدين نطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا. تشكيل النادي الاهلي النهارده: محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني، ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم قلبي دفاع، وثنائي خط الوسط عمرو السوليه وهيبقى معاه مروان عطيه، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه، بيرسي تاو، واحمد عبد القادر، ومحمود عبد المنعم كهربا. مره تانيه: محمد الشناوي، محمد هاني، علي معلول، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، رباعي خط الظهر، وثنائي خط الوسط عمرو السوليه مروان عطيه، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا. نتمنى كل التوفيق لعيبه النادي الاهلي النهارده وجهازهم الفني، وان شاء الله ان شاء الله يبقى الانتصار من نصيب النادي الاهلي. نطلع لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده: كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني. انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده: كابتن اسامه عرابي مشرفنا. كابتن اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا ايمن، الله يخليك. كابتن عادل عبد الرحمن اهلا وسهلا بيك. كابتن اهلا وسهلا كابتن ايمن. كابتن احمد بلال ازيك يا كابتن؟ منور. الله يخليك كابتن، ربنا يخليك. كابتن اسامه حسني منورنا. اهلا وسهلا، ازيك يا كابتن ايمن؟ كابتن اسامه، سريعا بس يعني عايز اتكلم في عجاله كده على اللي حصل بعد المباراه اللي فاتت، وزي ما تقول كده ايه بعض الناس اللي هي شمتانين وبتدعي حبها للنادي الاهلي. لا هو يعني ما فيش شك طبعا الاول ان جمهور النادي الاهلي زعلان جدا طبعا، وبيقابلنا في كل مكان بيتكلم معانا، ده طبيعي ولحظه مرينا بها في سنوات كتيره في تاريخنا. يعني جمهور زي ما بيعلي فينا قوي لما بنكسب او بنعمل بطوله او نكسب مباراه مهمه، يعني بيدونا كل حاجة بنشوفها في كل مكان بنروح فيه، بنشوفها في مكافآت حتى بالنسبة بقى للنادي، مكافآت مادية، يعني كل حاجة بتبقى ماشية حلو. فلحظات بيبقوا زعلانين فيها ومتوقعين
يعني مثلا اداء او نتيجه افضل من كده بيحصل مفاجاه، فطبيعي ان بيكونوا زعلانين. اكيد احنا نقدر الكلام ده وفاهمينه، لكن هي الفكره زي ما انت بتقول، في فرق بين ما انا ابقى عارف انه ده ممكن يحصل ويتعدل زي ما حصل قبل كده في سنوات اخرى خسرنا فيها وتعدلت الامور واكتسحنا بطولات كتيره، ايضا بيجي وقت بتبقى ماشي وحش في دوري المجموعات زي السنه اللي فاتت في بدايتها وكملت وربنا كرمك وصلت نهائي والبطوله اللي قبلها خدتها برضو رغم ان انت طلعت التاني في المجموعه. ماتش القطن مهم جدا بالنسبه لنا، لانه لو كسبنا المباراه صحيح الموضوع مش في ايدينا في ايد المنافس، هننتظر ولكن في امل لازم نلعب عليه. صحيح. لكن الناس اللي عايزه تشمت او توقع في الفرقه هي دي النقطه. طبيعي ان جمهور الاهلي واعي وفاهم كويس، سواء اقلام سواء بعض الجماهير اللي ما بتتمناش طبعا مصلحتها ان النادي الاهلي ما مشيش كويس، لان هو اللي بيكسب على طول ثلاث بطولات، انت واخد منهم بطولتين وواصل نهائي البطوله الاخيره اكتر من دوري بشكل متتالي باستثناء السنتين الاخرانيتين هم اللي ما خدناش فيهم الدوري، يعني تملي انت متوج بطوله كاس العالم، بطولات كاس العالم الانديه بنروحها على طول، ففي ناس مش هتبقى حابه لك انك انت تبقى ماشي بشكل كويس. ف جمهور الاهلي فاهم القصه دي كويس وعارف مين اللي ممكن يبقى ضد مسيره الفريق ومين اللي معه، فده موجود في كره القدم. انا شايف من وجهه نظري انك انت ما تلتفتش للكلام ده. صحيح. يعني انت تشوف شغلك وتشوف الكويس اللي بتعمله تزود منه، اخطائك اللي بتقع فيها سواء مرحليه في 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 اثناء البطوله نفسها او اثناء السنه نفسها بقى في 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 اذا كان في تدعيمات عايزه بشكل معين، اذا كان في تغييرات بشكل معين، دي الاداره والاجهزه ممكن بتشوفها. صحيح. فانت لازم تمشي في المسارين، لكن ما تقعدش تلتفت انه حد عايز يوقع فيك او حد عايز ضرر للفرقه او حد، لانك انت تملي انت المتوج وانت الرقم واحد في الوطن العربي وافريقيا، فده هيبقى طبيعي. لكن ان شاء الله باذن الله المسيره تتعدل تاني ان شاء الله، وان شاء الله رغم الزعل الكبير اللي عند جمهور النادي الاهلي ان شاء الله اللعيبه تتحمل المسؤوليه النهارده ويسيبوا جلدهم زي ما بيقولوا في الملعب، وان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه، وعلى امل ان شاء الله في مباراه صن داونز والهلال يحصل. كابتن عادل، الحب للكيان لا تحكمه اغراض ومصالح شخصيه، حب الكيان فقط هو اللي بيجمع كل جماهير النادي الاهلي العظيم. بص يا كابتن، خليني ارجع بس في البدايه، من حق الجمهور يحزن ويزعل لانه النادي الاهلي مأخده انه يعمل له نتائج طيبه ونتائج كبيره، وهو جمهور النادي الاهلي من وجهه نظري هو اللي بيعمل النادي الاهلي طول عمره على مدار السنين كلها، بدفعه الجمهور ووقفة الجمهور مع النادي الأهلي بيخلي الكيان عالي، وعمر ما جمهور النادي الأهلي بيرتضي إنه ممكن ينزل من أسهم لعيبة الأهلي أو فرقة الأهلي. بس خليني بقى أرجع لك لنقطة أخرى، الجمهور بيحزن بس هو لازم يعرف حاجة مهمة قوي، الفرق ما بين النادي الأهلي وأي نادي تاني إن الحاجات اللي يعني إن العقوبات اللي بتحصل أو الكلام اللي بيحصل للفرقة ما بيعلنش. انت نادي كبير، احنا مش هنبقى زي الاندية الاخرى. صحيح. انت الحاجات اللي داخل الغرفة المغلقة بيتقال، يعني لو جمهور النادي الاهلي زعلان من لعيبة النادي الاهلي لازم يعرف احنا بنثق في ادارتنا، احنا بنثق في ادارتنا من امتى؟ من اول ما انشئ النادي الاهلي، لان ماشيين على نمط واحد، ماشيين على استراتيجية واحدة اللي هو احترام النفس، احترام اللاعب، ممكن بيني وبين اللعيب او في الاوض المغلقه اعمل ما بدالي ولكن ما بتعلنش.
لحد خالص. علشان كده جمهور النادي الاهلي لازم يطمن ان يعني اللي انت عايزه بيحصل لك، بس مش لازم يتقال لك ومش هيتقال لك، لانه لو انت جريت ولا الجمهور او ولا العاطفه ممكن تهد فرقتك. بمعنى هقول لك حاجه مهمه قوي، احنا انتقدنا كتير قوي في الاستوديو اللي فات، صحيح. انتقدنا لاعبين، انتقدنا طريقه لعب، انتقدنا اداء حلو، احنا كنا قاعدين، ولكن انتقدنا ليهم، هل انتقد انتقاد ممكن يهد اللعيبه؟ لا طبعا. او ممكن، طب احنا عندنا مباراه النهارده، لو انا كنت هديت الفرقه مثلا، انا بتكلم على اداره مثلا، فرصه كمان ما زالت الفرصه موجوده طبعا، طول الوقت في فرصه. النادي الاهلي السنين اللي فاتت كلها في الفتره من الفترات دي بيبقى مجهد، لانه بيلعب بطولات قويه، هو قدره كده ان هو بيمثل مصر في بطوله العالم، فبيبقى ثلاث سنين ورا بعض يعني اللعيبه دي. طب انا اقول حاجه مهمه قوي، انا مش بدافع على اللاعبين، بس انا بقول دائما انا بحب الميزان، الحكم بالميزان مع اللعيبه. يعني انا مش دول من اللي جابوا لنا اتنين برونزيه واتنين سوبر يعني افريقي، وهم كمان اللي بيخطئوا دلوقتي، لازم الناس تعرف انه لما بيعملوا حاجه كويسه بياخدوا حقهم تماما، وفي كل حاجه بتتعمل لهم، ولما بيخطئوا يبقى في حساب، بيبقى في حساب، وحساب كبير جدا. ولكن مش لازم اطلع اقوله لك، مش لازم اطلع كل شويه اقول لك انا هعمل كذا وهعمل كذا. انت عارف ده لو حصلت في النادي الاهلي ده اللي يبقى غريب على النادي الاهلي. والحاجه المهمه يعني على سبيل المثال، احنا اللي موجودين احنا لعيبه النادي الاهلي قدام النادي الاهلي، عملنا كلنا، دي حقيقه يعني بعد الله طبعا. ولكن النادي الاهلي كان له فضل كبير علينا كلنا، صحيح. احنا انتقدنا وننتقد، انا ممكن يعني ممكن اهدلك الدنيا دلوقتي، انا ممكن انتقد واغلط في كل حاجه، ولكن انا بنتقد نقد بناء، اطلع الفرقه بتاعتي من اللي هو فيه. انا قناه فئويه، انا قناه النادي الاهلي، من واجبي ان انا اقف جنب فرقتي، ومن واجبي اقف جنب لعيبتي، ولكن لما بيغلطوا بننتقدهم وكل حاجه، صح. واحنا بنثق في ادارتنا ان هم بيجيبوا لنا يعني مش عايز اقول حق الجمهور، لا، بس هم بيشتغلوا شغل كويس وشغل صح. ليه؟ لان النهارده لو انا كنت هديت فرقتي مين اللي هيلعب النهارده؟ طب ولو ان شاء الله نكسب النهارده وتحصل نتيجه، بص يا كابتن، النصر والهزيمه من عند الله، لكن انت يجب انك تجتهد، يجب انك تموت نفسك، يجب انك تشتغل بصوره جيده. وفي الاخر عاوز اقول ان الجمهور حقه علينا كلنا، ويمكن انا واحد من الجمهور، انا زيكم، انا في الوقت الحالي من الجمهور، ولما بزعل بس عايز اقول انه الحساب بعدين في الاخر مش دلوقتي. الأذكياء اللي كل وقت ولأدانه يعني. طيب نقول مرة تانية تشكيل النادي الأهلي: محمد الشناوي لحراسة المرمى، محمد هاني ظهير أيمن، علي معلول ظهير أيسر، قلبي الدفاع رامي ربيع ومحمد عبد المنعم، ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السلية مروان عطية، ورباعي المقدمة محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، فيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهرب. اتمنى ان شاء الله التوفيق للاعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني النهارده ان شاء الله باذن الله النصر للنادي الاهلي. كابتن بلال، الجمهور زي ما قالوا كباتننا بيحقق علينا، ولكن لما بتحصل كبوات، مش عايز انا اقول ان النادي الاهلي بيقع، لا، عمر النادي الاهلي ما بيقع وعمر النادي الاهلي ما هيقع، انما لما بيحصل كبوات وعثرات بتحصل، يا حصلت لنا قبل كده في مختلف الاجيال، ولكن اللي بيخرجنا منها بعد ربنا هي جماهيرنا العظيم. عندك حق يا كابتن ايمن، لكن بس في نقطه صغيره اتفضل انا عايز انوه ليها. يعني مفيش فرقه في العالم بتكسب كل حاجه، صح؟ مفيش فرقه في العالم بتاخد كل البطولات، والا خلاص يعني هنصفي البطولات ونحسبها باسم الفرق وخلاص وانتهت الامور على كده، تمام. هي من اهم ما يميز كره القدم التنافسيه اللي فيها، مظبوط. من اهم ما يميز كره القدم ان انت شويه بتقع وشويه بتقوم وبتاخد بطوله وبتتغلب في بطوله وبتكسب النهارده وبتتعادل بكره، ودي خد بالك دي حقيقه كره القدم في العالم كله. السنه دي يعني مدريد ممكن ما ياخدش بطوله الدوري العام، لكن ممكن ياخد بطوله اوروبا،
تمام. النهارده شفنا ليفربول في اعلى مستوياته، النهارده ليفربول ممكن اصلا ما يدخلش ولا حتى اليوروبا ليج، فاهم؟ فكره القدم حلاوتها انك بتتهزم وتكسب وتاخد بطوله وتخرج من بطوله، هي دي كره القدم. الاهلي صاحب الشعبيه الاكبر، الاهلي صاحب الارقام القياسيه الكبيره جدا، الاهلي صاحب اكبر بطولات. وقت من الاوقات اكيد، وده وضع طبيعي جدا يا كابتن ايمن، انك هيجي وقت من الاوقات انك هتقع شويه، تمام، انك هتتغلب، انك مش هتاخد بطوله، ان في وقت من الاوقات هتبقى انت بتحارب عشان ترجع. ودي الميزه اللي بتبقى موجوده في الانديه الكبيره. احنا من 3 سنين تحديدا الاهلي لعب اتنين فاينل افريقيا، وخرجنا من 2 فاينل افريقيا، تمام، اتغلبنا فيهم يعني، وحصل تعديلات كبيره جدا، وحصل وقفه كبيره جدا، وكان كل الناس بتعتقد ان الاهلي خلاص اصبح بعيد عن بطوله افريقيا تماما. ورجع النادي الاهلي وخد بطولتين ورا بعض، ورجع النادي الاهلي ولعب فاينل بعديها، ورجع النادي الاهلي وخد اتنين سوبر، وخد اتنين برونزيه كاس العالم. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفرق الكبيره اي نعم بيجي لها وقت ان هي تقع فيه، ولكن سرعان ما الفرق الكبيره بتعدل من نفسها بسرعه، عشان هي عندها تراك بتمشي فيه، تمام. مين اللي بيقع وما يقومش؟ الفرق الصغيره، الفرق اللي ممكن تاخد بطوله. يعني مثلا تكلمني عن ليستر سيتي هنقول لك خلاص هي مره في العمر ممكن ياخد بطوله وشكرا، سلام عليكم والسلام. ما عندوش قاعده، ما عندوش تراك بيمشي فيه، ما عندوش سيستم، تمام، بيشتغل عليه. هو عنده سيستم طبعا بيشتغل عليه كنادي، لكن بتكلم على البطولات، بتكلم على الامكانيات والقدرات والجماهيريه الكبيره اللي ممكن تخليك تاخد بطوله. طب انا هقول لك على حاجه يا كابتن علي، مين الاعلى رواتب واجور في الدوري المصري؟ ممكن يكون بيراميدز اعلى من الاهلي واعلى من الزمالك واعلى من فرق كتيره جدا، تمام، واكتر فرقه ممكن بتصرف في مصر كلها، لكن هل هو مؤهل انه ياخد بطوله الدوري العام؟ في قواعد للبطولات يا كابتن ايمن. ممكن ياخد بطوله الدوري العام مره، ممكن مره، تمام، لكن مش بالدوام ممكن ياخد بطوله. انت لازم يكون عندك قاعده جماهيريه كبيره جدا واعلام قوي جدا في ظهرك عشان تفضل مستمر، عشان تفضل بنجاحات كبيره. ده بالاضافه الى نظام النادي نفسه والسيستم بتاعه اللي اتبنى عليه النادي طبعًا، تمام، والاسس اللي اتبنت عليها النادي طبعًا. فعايز اقول الجماهير من حقها تغضب، لان خد بالك الجمهور نفسه بيغضب في الماتش نفسه اللي انت بتكسبه، صح. يعني تضيع كره تلاقي الجمهور خلاص زعلان وبيشتم الكره اللي بعديها نفس اللعيب تمام بيلعب كره كويسه يجيب جول، تلاقي قام مسقف وقال لك انت احسن لعيب في العالم، تمام. هي دي حلاوه الرياكشنات كمان بتاعه الجمهور، ده احنا حلاوه كده يعني، احنا بنبقى قاعدين في الاستوديو يا شيخ حرام عليك الكره اللي بعديها الله احسن فريق في مصر. فدي حلاوه كره القدم كمان، انك انت عندك متغيرات في نفس اللحظه، في نفس المباراه. انت تشوط الكوره بنالتي تخبط في ايد الجول ترجع لمعلول، هو نفس اللعيب بعد ما كنت سخنان عليه يحطها جول فتسقف. هي دي كره القدم يا كابتن علي، كره القدم دايما يعني ما فيهاش ثوابت، فيها متغيرات كتيره جدا جدا. وانت كاهلي اشتغلت ال5 سنين الاخيره بشكل قوي جدا جدا، تمام، فهيجي وقت يبقى عندك احلال وتجديد. مزبوط. في الفرقه الوقت ده هتقع وتقوم وتقع وتقوم لحد ما سنه سنتين تبتدي الامور تبقى في وضعها الطبيعي، تبتدي يبقى عندك سكواد تاني محترم. يعني ما بقولش ان اللعيبه دي خلاص، لكن بقول ان في وضع طبيعي في كره القدم. اسامه لعب وانا لعبت وكباتك وحضراتكم لعبتوا وابو تريكه لعب وبركات لعب وكابتن خطيب لعب وكابتن رمضان، ده وضع طبيعي، ده طبيعي كل سنه وانت بتكسب بطولات بتعمل تجديد ودخل عنصر واثنين، ده طبيعي مع الخساره بس، ده مع المكسب وفوز البطولات تلاقي عنصر واثنين بيدخلوا وتبدا بتجدد فرقه دايما، هو الفرقه الكبيره كده، وده الوضع الطبيعي في كره في العالم كله. إن يا جماعه بعد كريستيانو ما مشي العالم كله اجمع ان ريال مدريد مش هياخد بطوله اوروبا، العالم كله اجمع قال لك خلاص مين في ريال مدريد، صحيح. ولكن انت هنا اضافه التيم للفرد مش العكس. كريستيانو اعظم لعيب في العالم، لا خلاف على كده، لكن مين اللي اضاف اكتر؟ لا ريال مدريد من وجهه نظر، ومن وجهه نظر العالم كله ريال مدريد هو اللي اضاف اكتر لكريستيانو رونالدو، صحيح. ما هو كريستيانو مع البرتغال هو كريستيانو مع ريال مدريد، بس حجم الانجازات هنا مختلف تماما عن حجم ذات الانجازات الناحيه دي. فدي كره القدم، فاكيد النادي الاهلي هيرجع مره ثانيه، وهيرجع بقوه مره ثانيه، وهيرجع اكثر شراسه مره ثانيه عشان يحصد البطولات من جديد. اللي صحيح. بيحصل ده عادي جدا يا جماعه في كره القدم، وعلى فكره دي نظريه صحيه جدا، يعني مش هينفع تروح بتكسب يعني، طب والفرقه الثانيه تروح فين؟ استحاله، تمام. اللي بالكم برضو ده مش مبرر لهزيمه، لا احنا ما بنبررش بالظبط، لان في ناس هتاخد الكلام ده تقول لك بص يا كابتن احنا ما بنبررش الهزائم بالظبط، الهزائم لا تبرر، تمام، لكن انا بكلمك على التوقيتات الطبيعيه بتاعت التغييرات. الجيل ده يا جماعه بقاله 5 سنين لعب اعتقد 4 فاينل افريقيا، 4 كابتن، كسب 2 واتغلب 2، تمام، فوضع طبيعي وانت ماشي
بقى تدخل لعيب، تخرج لعيب، تجيب لعيب، لعيب يقع، لعيب يمشي منك، لعيب يحترف، لحد ما تعمل تيم تاني جديد، سكواد محترم تاني، يبتدي برضه يقعد اربع خمس سنين ياخد بطولات وتعيش على كده. هو دي كره القدم يا كابتن ايمن. صحيح كابتن اسامه، عودتنا دايما جماهير النادي الاهلي على المسانده والدعم في الازمات والاوقات الصعبه، هي دي جماهير النادي الاهلي العظيمه الحقيقيه. طبعا، وده دايما اللي بنراهن عليه. صح. هقول لك على حاجه كابتن ايمن، وكان بلال معانا في الجيل بتاعنا، لما اتعمل جيل 2005 كابتن عادل، وبدانا نمشي مع مانويل جوزيه، وبدات الناس تتذكر هذا الجيل بكل خير وتقول ده من الاجيال العظيمه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. هل الجيل ده ما خسرش؟ لا خسرنا. هل الجيل دوت النهارده لما خدنا بطوله افريقيا 2005 احنا هنا لعبنا مع مانويل جوزيه بطوله افريقيا قدام 2007 من هفكر الكابتن ايمن، 2005 خدنا البطوله، 2006 خدناها في تونس البطوله، 2007 وصلنا فاينل. أيوة. لعبنا الماتش النجم الساحلي الاول هناك. تعادلنا تعادل سلبي على متاكد 0-0، وهنا خسرنا. جينا الماتش هنا استاد القاهره مقفول. أيوة. جماهير النادي الاهلي، خسرنا المباراه دي 3-1. مين اللي قومنا بعد الخساره؟ جمهور النادي الاهلي. أيوة. عشان كده باين لك عظمه جمهور النادي الاهلي. صحيح. جمهور العظيم هو اللي يقومك، وهو اللي ياخد بايدك علشان يرجعك تاني مره تانية للبطولات. موقف تاني جمهور النادي الاهلي بتعمل كده. انا بفكرك بس بالجيل العظيم دايما الناس تضرب بيه البسه. صحيح. بطولة تانية رجعنا بعد كأس العالم للأندية على ما أتذكر في 2006، خلصنا البطولة، كان في مباراة الإسماعيلي في استاد القاهرة برضه. طلب النادي الأهلي عايزين نأجل مباراة، الساعة البيولوجية، التأخير، المباراة بعدها 48 ساعة، قال لك عشان نفس الكلام اللي بيحصل دلوقتي، ضغط المباريات وأنت أجلنا لك ماتشات فما ينفعش. ماتش الإسماعيلي في استاد القاهرة خسرنا المباراة دي 3-0. 3-0 بتاع أبو تريكة. 3-0 لما أبو تريكة اتخبط وداخل في المباراة دي. يعني ومين اللي رجعك تاني؟ جمهور النادي الاهلي. علشان كده انا مش عايز النهارده اقصوا على هذا الجيل، الجيل ده النهارده لا حقق للنادي الاهلي. النهارده لو النادي الاهلي في تاريخه حقق 3 برونزيه كاس العالم، الجيل الحالي منهم 2 هم اللي حققوهم. علشان كده لما الجيل ده يجي ماتش يقع منه، لازم انا كجمهور انا اللي سنده، لازم انا اللي اخد بايد اللعيبه دي، خاصة ان انا عندي فرصة. حق جمهور النادي الاهلي يزعل طبعا، وحق الجماهير تزعل، اذا كنا احنا كمحللين بنزعل ويعني ولاعبين سابقين في النادي الاهلي بنزعل، والجمهور اللي مش مستفيد من المنظومة بأي شيء حقه انه يزعل، ده طبيعي. النهارده الجماهير اول ما الجمهور بيصحى من النوم هو النهارده ماتش الاهلي. صح، اخبار النادي الاهلي. المواطن العادي طبيعة الحياة بيقابل ظروف صعبة في حياته، ايه الحاجة اللي بترسم له الفرحة ويبقى سعيد بيها؟ فوز الاهلي. صح. طبيعي لما الاهلي بيخسر، طبيعي لما الاهلي بيفقد بطوله الجمهور يزعل، عالم الحزن والزعل، ده حقه. صح. ولازم اللعيبه تتقبل والمسؤولين بيتقبلوا الكلام ده كله. مزبوط. علشان كده دايما بيشتغلوا علشان جمهور النادي الاهلي. صحيح. فده طبيعي، لكن في وسط الازمه بقى يا كابتن ايمن، لما بيحصل خساره في ناس محبين فعلا، برافو عليك، في ناس مساندين، وفي ناس مساندين بتنتقد بحب. مزبوط. وبتقول على الطريق الصحيح وبتوجه هدايه ناحيه الاخطاء، عشان بس الناس باسلوب محترم، اسلوب محترم. صح. نقد بناء، مش نقد هدف، ان انا اوقع اللعيبه. صح. ان انا اوقع الجهاز الفني لاغراض ما، اوقع النادي، خاصه النهارده انت الموسم ما انتهاش. صحيح. لسه البطوله اللي احنا بنتكلم عليها النهارده ما زالت فيها فرصه النهارده بايدي، وهنتظر غدا. عندك دوري. عندي دوري، كاس ماشي فيه كويس، لسه ما حسمتوش، لكن ماشي فيه خطى جيده ان شاء الله تكمل على الف خير. عندي نهائي كاس مصر، وصلت فاينل قدام بيراميدز. عندي لسه بطوله كاس ثانيه، عندي بطوله سوبر ثانيه، لسه عندي بطولات السنه دي. الاهلي يا كابتن اسامه، انا عايز اتكلم عن نقطه مهمه ودي من اللي انا اعرفه، يعني ما احبش اتكلم على حاجات قدام، ولكن النادي الاهلي بعد موضوع ان هو هيشارك 2025 في كاس العالم للانديه الموسع، انا عارف ان ابتدت اداره النادي الاهلي بتاخد بعض الخطوات علشان النقطه دي، عشان الخطوه دي من دلوقتي بتحضر للموضوع ده 2025، بس مش كل حاجه بتتقال. وخلي بالك احنا النهارده مشاركات النادي الاهلي ان شاء الله مع 2025 اللي هتوصل البطوله التاسعه او المشاركه التاسعه رقم قياسي. بالزبط. وان شاء الله يبقى في 23 و24 نقدر نحاول نوصل لرقم اكتر من كده. مين اللي حقق ده؟ ما هو الجيل الحالي. صحيح. وهي الاداره اللي اشتغلت بعد ما كانت بطوله افريقيا غايبه عن النادي الاهلي 7 سنين. مزبوط. ناس جت واشتغلت وبدات تبني فريق، وبدات كل يتكاتف علشان نرجع لمنصات التتويج مره ثانيه. صحيح. عشان ما نظلمش الناس، انا بس الناس اللي بينت بعد المباراه السابقه ده النادي الاهلي انهار، في ناس كان ليها غرض ما، وزي ما ارجع تاني واقول لك دايما في ناس محبين فعلا،
وفي ناس تنتقد بكل حب وبتقول اه في خطا في الحته الفلانيه، بس خلي بالك وانت بتقول انت ما تعرفش ايه اللي بيتم في الغرف المغلقه وما عندكش كل الداتا علشان تقدر النهارده تقول الحته دي فيها خطا، ما عندكش كل المعلومات الكافيه. صح. لكن النهارده لسه ما زالت عندنا فرصه، نتمنى ان شاء الله ده عهدنا دايما بلعيبه النادي الاهلي باذن الله. المباراه اللي فاتت عايزين نقول ان اليوم ده كان يوم عابر في تاريخ النادي الاهلي، كان يوم عابر نظرا ان كان عندك مباراه المقاولين، واحنا هنا كنا في الاستوديو التحليلي وانا كنت معاكم شفنا الاجهاد على اللعيبه. طب ازاي النهارده كولر النهارده يقول لك العب بالصف الثاني؟ هل حسم بطوله الدوري؟ لا. طب النهارده هدف كبير من ضمن اهداف النادي الاهلي بطوله الدوري الغايبه عني بقالي سنتين. صح. وزي ما بلال قال مفيش نادي في العالم هيحقق دوري الابطال كل سنه. اذا كان ريال مدريد بنفسه وصل ثلاثه فاينل وخدهم ريح سنتين ثلاثه. بنشوف ليفربول خد سنه ريح بقاله فتره. سيتي يمكن بلال ما اتكلمش عن مان سيتي، مان سيتي والكتيبه اللي موجوده مش ما خدتش دوري ابطال. واحسن مدربين من اللي هم المصنفين في العالم. لكن انت النهارده كنادي اهلي اخر خمس سنين بتحقق بتوصل الفاينل اربع مرات منهم بتاخد اثنين فاينل وبتخسر اثنين، بتوصل ثلاثه كاس عالم متتاليين ورا بعض، بتاخد اثنين برونزيه، بتاخد اثنين سوبر افريقي، بتحقق بطولات وماشي على التراك الصح. صحيح. فعلشان كده بس الفتره دي واحنا هنا كابناء للنادي الاهلي فتره دعم، فتره مسانده للعيبه. حتى وانا بقول لك حتى وانا بقول لك قبل الاستوديو التحليلي حتى لو النادي الاهلي ما حققش الفوز النهارده وفرصه اصبحت معدومه في البطوله برضه هنفضل ندعم ونساند لعيبه النادي طبعاً الاهلي طبعاً والجهاز الفني. جماهيرنا علمتنا كده كابتن اسامه. طبعا انا ذكرت انا ضربت لك موقفين. الموقف الاول في 2007 واحنا بنخسر البطوله. أيوه. امام يعني في ملعبنا وامام جمهورنا. صحيح. الموقف الثاني في كاس العالم للانديه بعد ما رجعنا وبنخسر من الاسماعيلي 3. صحيح. الموقف الثالث اشتركنا مع مولج زي 2006 و7 على نطاق 8 او 5 و6 و8 كاس العالم ثلاث مرات، المره الوحيده اللي حققنا فيها الثالث كانت مره واحده. انا ذكرت في الانترو موقف كنت انا موجود فيه، كابتن اسامه كان موجود، كابتن عادل كان موجود. فتره من فترات كان عندنا مدرب انجليزي اسمه مايكل ايفرت. مايكل ايفرت. كويس. في فتره من الفترات بعد الدور الاول كنا في المركز العاشر. والله والله العظيم ده كان بيحصل فعلا. جمهور النادي الاهلي طبعا حاسين ان هي السنه دي مش بتاعتنا خالص وما بنحققش نتائج كويسه، وجمهور النادي الاهلي يجي لنا في ملعب مختار التتش ويقعد يازر يازر ويدعم ويهتف لينا ويجيب كل واحد لوحده ويقعد يقول اسمه وواقف جنبنا، واحنا ايه الماتش اللي بعده نتعادل، الماتش اللي بعده لا قدر الله بنخسر، ان شاء الله يعني سنه ما تحصلش تاني ان شاء الله. ومع ذلك جماهير النادي الاهلي فضلت ورانا، خسرنا الدوري وفرقه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ورانا هتجيبوا الكاس، هتجيبوا الكاس. خدنا الكاس. لا خدنا الرابع. نهينا الرابع. كان جه الكابتن انور سلامه في الدور الثاني. كابتن انور مسك وكابتن صلاح حسني ربنا يديهم الصحه والعمر. وصلنا نهائي كاس وما كناش في افضل حالاتنا. كويس؟ وحتى في ماتش نهائي الكاس ما كناش في افضل حالاتنا في بعض الاوقات، وجمهورنا واقف واقف على رجله في استاد القاهره وعنده امل بنسبه 99.9 ان احنا هناخد الكاس. ما هو دعم. ده عظيم. احنا في الملعب مش قادرين. هقول لك الموقف الثاني يا بلال، وجماهيرنا هي اللي عماله طبعا تكلمنا وتزعق. 2003 لما خسرنا بطوله الدوري يا بلال في 2003 امام انبي في المباراه الاخيره عبد النعيم، الجمهور كان زعلان جدا. المباراه اللي بعديها كانت على ما اتذكر الاتحاد السكندري كان في ملعب المحله. لا البلديه في اسكندريه. البلديه في اسكندريه قبل ايوه قبل النهائي. قبل النهائي. شوف جمهور النادي الاهلي بعد مباراه انت خسران فيها الدوري. عندك فرصه الكاس في الاول. ده زعل جمهور النادي الاهلي. لكن انا بقول لك انا بقول نفس الموقف مباراه يا بلال. التتش انا عايز اقول لك على حاجه، انا في حياتي ما شفت كده بجد يعني. كانك واخد البطولات كلها انت يا كابتن ايمن. الاستاد القديم طبعا والملعب كله دعم من الجمهور. طبيعي. ده انا ده اللي حصل لنا طول عمر الاهلي. الملعب كمان كمان زي ما بنقول مباراه البلديه نهائي الكاس في اسكندريه. شوف جمهور النادي الاهلي هو ده الجمهور الواعي. خلي بالك زي ما بقول لك في الفتره دي هتلاقي في محبين وفي مغرضين. صحيح يا كابتن. في ناس بتدعم وفي ناس بترمي زي ما بقول الحاجات عشان تسخن الدنيا. اتفضل. سامع عاوز اقول كلمه سريعه. اتفضل يا كابتن. الجمهور من حقه انه يبقى عاطفي. طبعا. والاداره لازم تبقى محترفه علشان تفرح الجمهور ده. فانت تستحمل الجمهور باللي هو عاوزه. مظبوط. ولكن تشتغل في مجالك انت عشان تفرحه تاني. صحيح. لانك لو بقيت عاطفي زيهم ممكن ما يفرحوش تاني. صحيح. طيب
كابتن اسامه نتكلم بقى على تشكيل النادي الاهلي النهارده. طبعا غياب ياسر النهارده فداخل رامي ربيعه، محمد هاني وعلي معلول زي ما هم، محمد عبد المنعم زي ما هو، دخول عمرو السوليه كان متواجد الماتش اللي فات، مروان عطيه، والرباعي النهارده اللي قدام البدايه بمحمود عبد المنعم كهربا واحمد عبد القادر بادئ المباراه ومحمد مجدي قفشه بادئ المباراه. فتغييرات اعتقد ان هي تغييرات منطقيه، ست تغييرات، تغييرات منطقيه. بس خليني قبل ما اتكلم على التشكيل هكلمك على لعيب له اهميه خاصه، هو ان كل اللعيبه ليها اهميه، ولكن اتكلم على كابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي. مظبوط. ناس اتكلمت عن محمد الشناوي الفتره اللي فاتت، طبعا انتقد كتير. الانتقاد احيانا بيأثر فيك كلعيب نفسيا، ولكن بعض الناس او بعض الناس العقلاء قالت لك ايه، انا عشان احمي محمد الشناوي الفتره دي من النقد، لو هو اكيد بيتأثر طبعا، لازم اريحه شويه، يعني انا قلبي عليه يعني يبعد شويه يستريح شويه. انت كمدير فني وجهه نظرك في النقطه دي ايه؟ ان محمد الشناوي يريح ويبعد لحد ما يستعيد ثقته بنفسه تاني ومستواه مره اخرى، ولا يبقى متواجد جوه الملعب؟ مبدئيا انا مع انه يتواجد جوه الملعب. الشناوي في اخر 5 سنين هو الجون رقم 1 في مصر في المنتخب وفي النادي الاهلي، وكان من اهم العناصر المؤثره في حصول النادي الاهلي على البطولات. لما انا باجي بقيم لعيب في النادي الاهلي في عدد ماتشاته اللي لعبها في 3-4 سنين الاخيره، انا بالنسبه لي تقريبا او مش تقريبا اكيد الشناوي هو رقم 1 من حيث ثبات المستوى وعدد المشاركات، في عدد المشاركات وثبات المستوى. صحيح. هيجي له وقت مش موفق فيه، هيجي له وقت ماشي، دي بقى زي ما بنقول لازم يبقى حد في ظهره جامد، ممكن في فتره معينه في وقت معين اريحه عشان الجون التاني يلعب ويديله دافع وهو نفسه يريح من الضغط العصبي وتتالي المباريات للفرقه وللمنتخب وماتشات كتيره. يعني مثلا على سبيل المثال، نختلف نتفق، بس انا وجهه نظري لما لعبنا ماتش القطن يوم السبت، يوم الثلاث كان ماتش المواليد، وانا اديك وجهه نظر ان انت وجهه نظر بعض اللاعبين، انا وجهه نظر وقلتها، انا لان انا قلت لك في الفتره دي الاهم ماتش سان داونز، فممكن جدا كان ماتش زي الثلاث اريح محمد الشناوي ولاعب علي لطفي. ليه انا بقول لك كده في الدوري؟ لانه الدوري يا ايمن انت عندك منافسين، هم 3 منافسين، زمالك، انا بتكلم بترتيب أيوه. المنافسه الطبيعيه أيوه. الزمالك، بيراميدز، فيوتشر أيوه. الزمالك انا قلت لك الثلاث فرق اذا كان النادي الاهلي هيخسر، فانا متاكد وقلت لك برضو في ماتش القطن، متاكد ان اذا الاهلي هيخسر هم هيخسروا، مش في الحاله اللي هم برضو ظروفهم. ثانيا نفس او نفس الوضع النادي الاهلي فيه في بطوله افريقيا وفي الدوري، هم موجودين فيه الثلاث فرق المنافسه موجودين فيه، وبرضو احيانا بيجي لهم ماتشات بعد 3 ايام ويلعبوا، 3 ايام ويلعبوا، نفس ظروفنا. ولكن لا خليني اتكلم في حته برضو. انت بتزيد عليهم ان انت كاس العالم طبعا، انديه كاس العالم ماشي، بيلعبوا 4 ماتشات تقال جدا جدا، 10 يوم دي صحيح، ولذلك يمكن المستوى المنحنى بتاع النادي الاهلي هبط بعد مباريات كاس العالم، ماتشات كاس العالم كان الاداء هايل، اللعيبه فايقه، صحيح في اخطاء في حاجات معينه ممكن كانت تتعدل وما نخسرش، بالذات ماتش فلامينجو بالنتيجه دي كنا نطلع بالماتش، لكن بيحصل، لكن انا اقصد كان في فوقان، يعني اللعيبه مش تعبانه، اللعيبه فايقه وعايزه تلعب وعندها حيويه. ف
الثلاث منافسين طبيعي في الدوري هيخسروا. والدليل على كده انا قلت لك الماتش الاخير الزمالك راح خسران من انبي وهيحصل مع بيراميدز وفيوتشر. فانا الدوري انا بتكلم خسر من انا بتكلم في المرحله دي في المرحله دي أي. كان الاهم من وجهه نظري هو ماتش سان داونز. مش معنى كده ان انا لو ريحت اللعيبه انه هاجي في ماتش سان داونز هكسب. الله اعلم ممكن برضو اخسر بس انا حسيت ان في شويه تعب واضحه على واحد زي علي معلول زي هاني زي حمدي فتحي زي محمد عبد المنعم نفسه اللي هو يمكن اثبت لعيب في الفتره الاخيره. ففي بعض الناس كانت محتاجه. فالشناوي هو الجون رقم واحد في الاهلي وفي مصر. مباراه سان داونز ودي وجهه نظري الشخصيه في ثلاث اهداف اللي هم من جوه ال 18 اللي هم لا يسال عنهم تماما. في كورتين اللي هي الاولى والثالثه اذا يسال فيهم لا يسال عنهم بنسبه 100% يعني يسال عنهم مشارك يمكن يجيبها ويمكن لا. أي. الكره الاولى والثالثه اللي هم التسديدتين لكن الضغط عليه ان هو متحمل انا شايف ضغط عليه بطريقه ان هو كانه هو مثلا السبب الرئيسي في خساره الاهلي وده مش حقيقي لانه انت المباراه دي بالذات مباراه سان داونز الاهلي كان في حاله مش طبيعيه خالص لحوالي 9 لعيبه واحنا كلنا لما قلنا في الماتش قلنا بيرسي تاو الوحيد اللي كان فايق يعني يعني حيوي ونشيط بالزبط. وبيلعب وبيجيب جون وبيلعب بحيويه الباقي كله كان خارج الفورمه لكن انا بتكلم ان الشناوي انا بحس ان كان عليه ضغط شديد قوي رغم انا بقول لك اثبت لعيب في النادي الاهلي في الخمس سنوات الاخيره لو قيمت 1 2 3 هو هيطلع رقم واحد صحيح. من عدد ماتشاته وعدد نسبه نجاحه وفي ماتشات كتيره شال فيها النادي الاهلي. فانا مع ان هو يلعب النهارده لانه انا قلت لك الماتش النهارده حيوي ومؤثر وانك هتلاعب النهارده علي لطفي او حمزه او شوبير مره واحده كده في ماتش زي ده هيبقى برده فيها قلق شويه الجون عايز ثبات شويه ممكن في مرحله ثانيه ممكن لما ارجع على الدوري اريح مثلا الشناوي شويه وابتدي العب حد ثاني ماتش او ماتشين هو يريح فيهم لكن يعني احنا بنتمنى له التوفيق إن شاء الله وان شاء الله يعني يؤدي بشكل كويس النهارده وهو من اهم العناصر عندنا صحيح. بالنسبه بقى للتغييرات الاخرى والتشكيل الـ 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 العناصر اللي اتغيرت انا قلت لك ثلاث ماتشات اتلعبوا في وقت ضيق سبت ثلاث سبت اللي هم قطن مقاولين سان داونز بسفر فطبيعي انه كان في بعض الناس هتريح تاني حاجه في ناس اساسيه رجعت ما كانتش جاهزه يعني مثلا احمد عبد القادر كان بقاله فتره عمرو السوليه كان مصاب ولعب شارك في جزء فراجع هيبقى نشيط وحيوي كهربا بادئ من النهارده كهربا بادئ طبعا كهربا اساسي ومؤثر ولكن انا يمكن برضو انا شايف ان شريف جاب جون الماتش اللي فات وما تقدرش تقول ان كان مؤثر قوي لانه الفرقه ما كانتش مساعده قوي في لكن ماشي قفشه لاعب مكان القندوسي مروان عطيه والسوليه هي دي بس هم طبعا نازلين بحيويه ونشاط غير حمدي وديانج بس كان ممكن يبقوا هما الاثنين وممكن واحد كان يريح مثلا مروان او عمرو ويلعب مثلا ديانج فلكن هي وجهه نظر واعتقد السته اللي متغيرين ممكن يدوا نشاط صحيح. وحيويه ان شاء الله عن اللعيبه اللي بقى لها فتره تحس فيه تعب شويه صحيح طيب هنروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار انتظرونا ومعانا من ملعب المباراه زميلنا فاروق صلاح نتعرف منه على اخر الاجواء قبل انطلاق المباراه مباشره مساء الخير يا فاروق برحب بيك يا كابتن ايمن وبرحب بضيوفك الكرام كباتن مصر الكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن كابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني وكل مشاهدينا مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وباذن الله يعني ان شاء الله تبقى ثلاث نقاط النهارده ان شاء الله يا رب من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله طمني على الاجواء عندك يا فاروق يعني خلينا نتكلم بقول لك في التأجيل اسمع يا كابتن ايمن لاعب النادي الاهلي بيجرى العمليات الاحيائيه وزي ما حضرتك يعني تعرضت لتشكيل النادي الاهلي وطبعا مستر مارسل كولر اجرى بعض التعديلات على التشكيل
لقاء اليوم طبعا عامل لقاء النادي امام لقاء نادي صنداونز طبعا يعود على مقاعد بدلاء النادي الاهلي خالد عبد الفتاح وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي جند وعلي نفسي واحمد الخنديسي وطاهر محمد طاهر واحمد نبيل توك. عايز اقول لك ان درجه الحراره هنا كابتن ايمن بتتكلم في 33 درجه مئويه عدد الجماهير على طيب رأيك. ونسبه الرطوبه لا انا برضو يهمني مع درجه الحراره نسبه الرطوبه، نسبه الرطوبه كام في الميه؟ نقطه مهمه جدا يا كابتن ايمن، نسبه الرطوبه بكلمك دلوقتي 16%، فاعتقد نسبه قليله جدا وبالتالي في نسبه هواء في ارض الملعب، فنسبه الرطوبه يعني الحمد لله ان هي قليله. ده كويس الحمد لله. فده امر مهم جدا يا كابتن ايمن. صحيح. عايز اقول لك برضه على الرغم من ان اداره نادي يعني القطب الكاميروني قررت فتح ابواب الاستاد مجانا للجماهير، لكن عدد الجماهير في الملعب حتى الان يا كابتن ايمن لا يتجاوز ال 1000، يعني 1000 مشجع من جانب جماهير فريق القطن الكاميروني مقابل يعني بتتكلم على افراد الجاليه المصريه والعربيه بتتكلم حوالي 20 او 30 فرد من الافراد الجاليه المصريه المقيمه هنا في ذروه. طبعا مزيد المعالي السفيره داليا فايز مع الاستاذ طارق قدير عضو مجلس الاداره الكابتن سمير عدلي طبعا يعني حاولوا ان هم يخصصوا مكان مميز لافراد الجاليه المصريه اللي موجوده طبعا متابعينهم بالاعلام بعالم مصر بشوفات النادي الاهلي موجودين في ارض الملعب ان شاء الله وصوتهم يتواصل لكل جماهير النادي الاهلي. الاجواء بقى واللي احنا لابسينه يا كابتن ايمن اللعيبه عندها رغبه النهارده ان شاء الله انها تصالح جماهير النادي الاهلي وكلمه لصالح جماهير النادي الاهلي اعتقد النهارده تبقى بدايه ان شاء الله تصحيح مسار النادي الاهلي في البطوله ويعني عهد كده خدوا لعيبه النادي الاهلي على نفسهم النهارده ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه طليق فعلا باسم النادي الاهلي باذن الله ربنا ويعني كده زي ما قلت بدايه مصالحه مع جماهير النادي الاهلي. اتمنى طبعا توفيق ربنا في هذه المباراه ارض ملعب يا كابتن ايمن افضل من يعني بكثير جدا من ملاعب كتير جدا في افريقيا ارض ملعب ممتازه الجو برده ودرجه الحراره اعتقد هتقل كمان مع يعني الاقتراب المباراه من انطلاقها او من بدايتها فاعتقد ان شاء الله يعني كل العوامل والشروط النهارده باذن الله رب العالمين ان شاء الله باذن الله. وبنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح. فاروق طمنا على الاجواء، الجو يعتبر يعني 33 تعتبر درجه حراره معقوله حتى لو كانت عاليه شويه، لكن نسبه الرطوبه دي اللي تهمني ونسبه الرطوبه قليله جدا. ملعب من افضل ملاعب حتى المنتخب مصر لعب عليه فالارضيه بتاعته كويسه، فان شاء الله ان شاء الله مش عايز اقول لا توجد اعذار لان ده النادي الاهلي والنادي الاهلي مطالب دائما بالمكسب حتى لو في اعذار او حتى لو في بعض المتاعب. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تاني باكد ان كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني والنهارده ان شاء الله يكون الفوز من نصيبنا. كابتن عادل رؤيتك الفنيه لتشكيل النادي الاهلي والطريقه كالعاده مستر كولر بيلعب 4-2-3-1 واضح ان القوه الهجوميه الضربه هو بادئ بيها. يمكن خلينا نتكلم عن احتياطي النادي الاهلي النهارده علي لطفي، خالد عبد الفتاح، طاهر محمد طاهر، احمد نبيل كوكا، محمد شريف، احمد انطوسي، حسين الشحات، اليو ديانج وحمدي فتحي. كابتن عادل رؤيتك الفنيه لتشكيل النادي الاهلي النهارده ووضع طبيعي ان النادي الاهلي النهارده ما عندوش حل غير ان هو يلعب على الفوز فاكيد مستر كولر هيضغط من بدايه المباراه. اكيد طبعا، بس هو يعني تحس ان هو قسم الـ 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 الاسبوع في المباراتين على لعيبه. ليه؟ لانه مش هيقدروا يلعبوا في بوتيره واحده بالسفر بالاجهاد بالحاجات دي، فهو حب ان هو يعني يغير الموضوع. اللي بداوا غير 6 لعيبه يعني عمل نص الفرقه. انا مش مع انه يتغير 6 لعيبه ولكن في نفس الوقت هو ادرى هو معاهم هم معسكر مغلق لمده 6-7 ايام. هل نتيجه المباراه اللي فاتت كان ليها أكيد دور طبعا. الحاله النفسيه اكيد اكيد طبعا، بس انا عايز اقول لك حاجه كابتن ايمن، مثلا على موضوع زي موضوع الشناوي اللي انت اتكلمت فيه انه هل الشناوي يقعد ويرتاح ولا ما يرتاحش. الانديه الكبيره مش كده، الانديه الكبيره الجون الثاني بيلعب الكاس، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت كمدرب ما تقدرش تقعد الشناوي في الفتره دي لانك ممكن لو نزل الجون الثاني وادى اداء مش طيب فانت خسرت الاثنين. فخليك ذكي، هم بيعملوا ايه؟ يخلي الجون الخبره يرجع نفسه بنفسه، يقعد يلعب لحد ما يرجع نفسه. لو انت جيت في وقت من الاوقات شفت في العالم كله ان الجون الاحتياطي ممكن يلعب في بطوله الدوري،
قال لا لظروف الاصابه يبقى كلمني. ما فيش حاجه كده، ده الاحتراف. ارجع للمرجوع للحته بتاعت التشكيل، يعني انا شايف ان جبهه علي معلول وعمر السوليه وعبد القادر يعني ومعاهم قفشه، دي جبهه اقدر اقول لك ان هيبقى فيها شغل اكتر من الجبهه اليمين. ليه؟ لانه عبد القادر اصلا مهاجم بطبعه، يمكن الواجب الدفاعي بتاعه قليل شويه. علي معلول الواجب الهجومي بتاعه بيضغط على الجانب الدفاعي. يبقى هنا عمرو السوليه كمان في الناحيه دي، افتكر انه يجب ان مروان عطيه اللي يجي الناحيه دي، ومروان عطيه لازم يقف للاثنين. ايوه طبعا، لان عمرو السوليه بيحب يلعب، بيحب يكمل، بيحب يروح على قدام. لكن في الحته دي انت بتتكلم على واحد علي معلول 50% دفاع، احمد عبد القادر 20% دفاع، انت بتتكلم على قفشه ممكن 30% دفاع، فهتبقى عندك الحته الجبهه دي جبهه هجوميه قوي، وممكن جبهه هتبقى دفاعيه ضعيفه شويه. دي الناحيه دي. الناحيه الثانيه نفس الكلام، ولكن فيها ثبات اكتر بمحمد هاني عشان فيها مروان عطيه. بيرسي تاو عايز اقول لك انه الاجواء دي بيحبها، يعني ممكن تلاقيه كمان من افضل اللاعبين النهارده. اما محمود كهربا فانا اتمنى من محمود كهربا انه ما يتحركش ويجري كتير، يتمركز بس، لانه الوقت اللي موجود ده انت فرصه او اتنين بره ملعبك تجيب واحده منهم. فاتمنى ان هو يلعب بحته الثبات وحته ان هو ما يجهدش نفسه خارج صندوق، واستنى بقى عشان الكباتن يكملوا عشان باذن الله ان شاء الله. كابتن بلال خليني اكلمك على الشق الهجومي والرباعي اللي قدام، احمد عبد القادر، قفشه، بيرسي تاو، محمود كهربا. هو ده من وجهه نظرك هو الافضل انه يبدا النهارده؟ كابتن اسامه قال يعني كنت اتمنى ان شريف يحط رجله في الملعب لان هو جايب جول الماتش اللي فات. واكلمك كمان على استغلال انصاف الفرص في ماتش زي ده. شوف احنا اعتدنا من مستر كولر التغييرات في الحته الهجوميه في كل مباراه تقريبا، يعني ما فيش مباراه بتتلعب في الاوقات السابقه كلها الا لو فيها تغييرات في الشق الهجومي تحديدا. مظبوط. وممكن يبقى في برضه تغيير في حته قلب الملعب، نص ملعب، يعني ما احنا بنلعب حمدي فتحي ممكن مع اليو ديانج، خالد مروان عطيه يلعب لاعب قبل كده برضه، خالد فتح نزل، يعني في برضه تغييرات. الراجل برضه ممكن يكون معذور بعض الشيء لتراكم المباريات ورا بعضها، يعني انا عندي ماتشات كتير ورا بعضها، فممكن يبقى في اجهادات وما بين سفر ورجوع تاني وسفر تاني. الوقت ما اعتقدش انه مسعف بشكل كبير للراجل انه يخلي انه يعتمد على اللعيبه بعينها، لان اللعيبه دي اكيد محتاجه تعمل ريكفري، تمام؟ مفيش وقت انك تعمله. فبالتالي هو بيحاول يعوض الكلام ده في التغييرات اللي بيعملها كل مباراه. ولكن بس خليني اكلمك في نقطه مهمه جدا في الجزء دوت. معنى ارتكاب الاخطاء مش بصفه متكرره، ولكن مثلا اخطات مره، اخطات اثنين، اخطات في ماتشين ثلاثه ورا بعض، ده معناها للمدير الفني ان هو يريحك ويحط حد تاني؟ شوف على حسب النتائج لو انا بتكلم على كذا مركز وخصوصا الخط الخلفي. لا بص، الخط الخلفي ده تحديدا لازم يكون فيه ثبات بشكل مستمر. صحيح. لازم بشكل مستمر، يعني انا ولازم يبقى عندي قناعات. يعني المدير الفني في الحته في الجزء بتاع الدفاع ده، الرباعي الدفاعي، لازم يكون عندي قناعات بشتغل عليها، تمام؟ كويس. وممكن قناعاتي تتغير مع الوقت، لكن انا ما ينفعش ادي النهارده رامي ربيعه وبعد كده ياسر وبعد كده عبد المنعم وبعد كده اجيب متولي وبعد كده اقوم رجع تاني احط خالد وبعد كده احط هاني. لا لا، ليه؟ لان في مناطق في الملعب فيها خطوره، والمناطق دي محتاجه يبقى في كيمستري ما بين اللعيبه وبعضها، يبقى في لغه حوار ما بين اللعيبه وبعضها. طب انا مين يا جماعه؟ انا همسك لما انت هتروح، طب انا هروح، طب انت خد العالي، طب انا هاخد الحته اللي وراك. يبقى هما كمان التحركات متفق عليها فكريا كمان، مش بس بالكلام. يعني انا ممكن اتكلم في وقت من الوقت انا عارف اسامه، انا قاري، عارف اسامه الكوره العالي، عارف ان اسامه اللي هيروح، فانا ايه بقوم جاري من ورا اسامه، وعارف ان اسامه هيطلع يلعب بدماغه فيحطها، تمام؟ كذلك في الحته الدفاعيه، ودي اخطر بكتير، لان الخطا هنا، تمام، خطا بهدف، خطا بمباراه، خطا ببطوله. فبالتالي الثبات في الحته الدفاعيه ده امر مهم جدا في غايه الخطوره، لازم يبقى في عندي ثبات بشكل كبير. عشان كده حتى الراجل نفسه
وكل حتى المديرين الفنيين بيحاولوا بقدر الامكان بعد مباراه 2 3 4 يبقى عنده ثبات في الحته مزبوط. في الحته الدفاعيه، يبقى مين بيلعب رايت باك، مين بيلعب ليفت باك، الاثنين السنتر باك مين بيلعب فيهم، الا اذا حصل اصابات او اجهادات او لعيبه خرجت او ثلاث انذارات او كارت احمر، فبالتالي هو بيضطر يغير. وممكن خد بالك يعني يبقى انا مقتنع مثلا باسامه وماتش 2 3 حاسس ان اسامه ما بيدينيش المردود الايجابي. ليه؟ في مدير فني، ومش لازم في الحته الدفاعيه بس، في مدير فني يقول لك لا انا بحب العب كوره، بحب اعمل بيلد اب للهجمه، فانا اسامه كورته حلو فما يلعبش احمد بلال، فخلي اسامه هو يشتغل في الحته دي، هاخد منه 60 70% في الحته الدفاعيه، بس هاخد منه كتير في الحته الهجوميه. بيعرف يبني كويس، بيعرف يستلم كويس، بيعرف يخرج اللعيبه، حتى اللونج باس بتاعه بيعمله بشكل جيد جدا، فانا عايز اسامه في الحته دي. ممكن يجي شويه على حساب الحته الدفاعيه بقدر ما، بس مش بقدر كبير. خد بالك في مدربين كده، في مدرب يقول لك لا انا عايز واحد يامن الحته الدفاعيه وما تفرقش معايا، على حسب برضو التيم وعلى حسب المدير الفني برضو بيشتغل ازاي. لكن الحته الهجوميه لعيبه الاهلي عندها كواليتي عاليه، احمد عبد الفتاح احمد عبد القادر لعيب كويس، عنده مهاره وعنده سرعه، قفشة لعيب كويس، بيرسيتاو لعيب اجاد بشكل كبير الفترات اللي فاتت، محمود كهربا من اللعيبه اللي لما بتاخد فرص بيسجل وبيأدي وبشكل كويس، ممكن يعني بعده لفترات كبيره عن المباريات بيخليه كل يعني يتعرض للإجهاد بشكل مستمر، لانه برده ما عملش فتره اداء مع الفرقه بشكل كويس، ما ابتداش الموسم معاهم، فممكن يلعب مباراه يلعب 60 دقيقه، يلعب 50 دقيقه، يلعب 45 دقيقه، فالمدير الفني في الحته دي ياخد منه افضل ما عنده. شريف ادى بشكل كويس لكنه موجود على دكه البولا، ممكن يكون له دور لو الامور متازمه، هو برده المباراه اللي فاتت مسجل هدف وانا شايف ان هو بيحاول يستعيد الثقه مره ثانيه. مهم يبقى عندنا اكتر راي في الحته الهجوميه، لان دي الحته اللي انت بتعتمد عليها عشان تخلص المباراه. تمام، لما يجي لك فرصه لابد انك تستغلها بشكل كويس يا كابتن ايمن، لانه خد بالك النهارده ممكن يكون الجو في رطوبه شويه، حر شويه، الاداء برضو، السفر، في حاجات كتيره جدا ممكن تعوقك انت المباريات المتتاليه. مش عايز اقول اللياقه البدنيه، بس هقول الاجهاد اللي ممكن يوصلك انك تبقى اخر المباراه مش قادر تلعب بنفس الباور اللي بتبتدي، فلازم تستغل من البدايه، لازم تستغل من البدايه الفرص اللي بتتيح لك ان شاء الله. طيب نقول التشكيل القطن الكاميروني، هو طبعا على الورق 3 4 3 ولكن انا اشك ان هم هيلعبوا بالاسلوب دوت. ايلام باثنين لحراسه المرمى، وثلاثي خط الدفاع حسان ابو تشي مالون ابراهيم ابا، رباعي خط الوسط ايبوجي ايريك مورسو ريتش كوكولو وجوني علي، وثلاثي المقدمه عبد الرحمن دمان داوودا كاميلو ورامسيس. على الورق بيلعبوا 3 4 3 وان كنت طبعا ممكن يلعبوا بالاسلوب دوت، لان هم ما عندهمش ايه ما يبكوا عليه، هم فرقه القطن خسرت كل مبارياتها داخل ارضها وخارج ارضها، ودي اللي يعني بنقول الماتش صعب، ولكن ان كل ماتشات الاهلي بتبقى صعبه، القطن الكاميروني بره هيلعب باريحيه، عايز يعني يسيب بصمه مع زعيم الكرة الأفريقية النادي الأهلي، ومن هنا تأتي صعوبة المباراة. ولكن أنت مطالب كلاعب نادي أهلي النهاردة بحاجة واحدة بس، أن أنت تكسب الماتش بأي طريقة من الطرق المشروعة. كابتن أسامة 4 2 3 1 طريقة لعب النادي الأهلي مع 6 غيرات، والقطن الكاميروني بيقابل النادي الأهلي بطريقة تبدو هجومية على أرضه 3 4 3. طبعا يعني على رقميا القطن الكاميروني خلاص اصبحت فرصه في التكمله في البطوله صعبه، ويعتبر خارج المنافسه. يعني النهارده القطن الكاميروني فرصته النهارده ان هو بيحسن شكل ادائه، عايز ياخد نتيجه ايجابيه من المباراه، هو ده كل اهدافه علشان يعني يترك بصمه، او حتى بالتعادل او بفوز في مباراة تكون في دوري المجموعات. الإعداد بيقول لي إن داوودا كاميلو دوت لعب النهائي قدام الأهلي 2008، أو لعب نهائي أفريقيا 2008. لما كنا في القطن الكاميروني، أخذنا البطولة وقتها من القطن، كانت في دروة. ده لعيب قديم. الحاجة الثانية، القطن النهاردة ممكن يهاجم علشان يحقق الفوز الوحيد ليه في دوري المجموعات، عشان يترك بصمة إن هو الشكل بالزبط. يعني تبقى بصمة جيدة ليه يعني. هيكون في مساحات في القطن الكاميروني النهاردة ممكن نستغلها. بتحركات ذكيه، لكن الكباتن اتكلموا في نواحي الهجوميه للنادي الاهلي، لكن النهارده مش عايزين نغفل النواحي الدفاعيه للنادي الاهلي، لا قدر الله لو دخل فيك هدف انت بتصعب عليك المهمه، ان انا لازم اسجل هدفين عشان ارجع للمباراه، وهي دي كانت النقطه الفارقه في مباراه سان داونز.
يعني لازم الخطوط تبقى قريبه، لازم النهارده عمرو السوليه مع الرباعي الامامي ما سيبش مروان عطيه مع الرباعي الخلفي. مش عايزين نعمل الفجوه دي، مش عايزين نقسم الملعب كان في ناس بتهاجم وفي ناس واقفه. لا احنا لازم نتحرك كلنا ككتله واحده، سواء دفاع من عند علي معلول وعبد المنعم ورامي ربيعه وهاني لمحمود كهرباء، لازم المساحه دي. كنا مفتقدين الموضوع دوت الاربع خمس ماتشات اللي فاتت. هي دي المساحه دي، لازم اشتغل ازاي في مساحه 50 متر، سواء انا بدافع لازم محمود كهرباء يرجع والناس ترجع الاطراف، احمد عبد القادر مع علي معلول، ما ينفعش انا اسيب علي معلول لوحده، وبرستاو نفس الكلام مع محمد هاني، زائد تكمله اثنين في نص الملعب. السوليه بيميل لو كره ناحيته ناحيه الاطراف، ومروان عطيه. النادي الاهلي النهارده زي ما احنا بنتكلم عن النواحي الهجوميه، نواحي الدفاعيه مهمه. طول ما النتيجه 0-0 انا ليا ان شاء الله افضليه ان انا ممكن اخطف المباراه، هي دي النقطه المهمه. لكن في مساحات هتظهر النهارده في ظهر فريق القطن الكاميروني، خاصه هو هينزل وعايز يهاجم. يهاجم هيهاجم طبعا هيهاجم. انت اللي فرق معاك في مباراه الاهلي والقطن الكاميروني هنا ملعب السلام، انك انت خطفت في اول دقيقتين بالظبط، فانت خلاص غيرت لهم الاستراتيجيه اللي هم جايين عليها. لو ماشي 0-0 هو كان عايز يدافع لكن صح. انت خطفت المباراه، علشان كده النهارده الفرص مهمه جدا. احمد عبد القادر، قفشه، بيرسيتاو، محمود كهربا، الرباعي الامامي، لازم النهارده لما اوجه الهجمه في ضغط يبقى في ضغط منظم، لما تيجي فرصه لازم الفرصه مهم ان انا النهارده يعني يكون في تركيز 100%. صحيح، هي دي المباريات اللي انا ما ينفعش ان انا فرصه اضيع في الثانيه، اضيع في الثالثه، اضيع. لا، على قد ما اقدر يبقى في تركيز عالي، في وقت من الاوقات يبقى في تكمله هجوميه، لازم الخط الخلفي عبد المنعم ورامي ربيعه ومحمد داني لازم ازق الناس وضيق المساحات. ما ينفعش ان انا اعمل الفجوه ما بين الناس بتهاجم وبين خط الضهر. بس ده برضه دور للشناوي، يعني احيانا انا بعتب على الشناوي حته ان هو مطول الملعب، او يعني هو لازم يوجه ولازم يتكلم مع الخط الدفاع والناس اللي قدامه، اطلعوا ابعدوا. دي بص انما اخطاء متكرره يا كابتن، الامور زي دي مش محتاجه كلام. انت في اوروبا بتشوف السيستم ايه، اللعيبه مجرد الكره طلعت اللعيبه مره واحده ورا الكوره. بتتكلم في اوروبا ودول متقدمه، الكره بترجع الكره. انما انت اللعيب المصري محتاج دايما واحد يقول له اطلع العب خش ادخل، يعني اللعيب المصري محتاج توجيه على طول، محتاج تذكير دايما. محتاج توجيه لكن على طول. لكن هي دي النقطه المهمه، ان انا ما اعملش فجوه. المساحه الجاب اللي عند مروان عطيه دي تبقى هو تحس ان هو لوحده في نص الملعب، لا لازم الخطوط تبقى متقاربه. احمد عبد القادر من اللعيبه المميزه جدا، بيعرف يعدي واحد على واحد، بيعرف يسجل، محتاجينه انه يكمل، بيعمل جبهه ثنائيه مع علي معلول كويس، والاثنين ما بينهم تفاهم كويس، لكن احمد عبد القادر محتاجينه يرجع في الناحيه الدفاعيه. عادل اثار نقطه ان احمد عبد القادر مميز هجوميا ولكنه مش مميز في المسانده الدفاعيه مع علي معلول. خلي بالك في قدرات لعيب ممكن تلاقيه هجوميا 70%، خاصه الطرف اللي بيبقى عنده النواحي الهجوميه عاليه، المهاره العاليه في ان واحد ضد واحد، عكس طاهر. طاهر هتلاقيه دفاعيا بيأدي الدور أكتر كويس، هجوميا هتلاقي احمد عبد القادر مميز، بيعرف يعدي ويشتغل لوحده في المساحات الفرديه اللي فيها يعدي واحد على واحد. بيرسي تاو محتاج برضه نفس الكلام زي عبد القادر. بيرسي تاو من اللعيبه الكبار وعنده الحلول وعنده الامكانيات، لكن النهارده في وقت من الاوقات مش عايزه يبقى فاتح الملعب على الطرف على طول. في وقت من الاوقات لما الكره تبقى ناحيه علي معلول ناحيه الشمال محتاج اضم، بس عشان كده هيبقى في ضغط كبير جدا على عمرو السوليه ومروان عطيه في نص الملعب. ما علشان كده النهارده برجع اقول احمد عبد القادر، قفشه، وبيرسي تاو. قفشه محتاج يبقى الثالث بتاعهم بتاع نص الملعب، لازم انزل استلم من تحت، ما اسيبش الاثنين السوليه ومروان عطيه وابدا استلم في المساحات اللي قدام يا قفشه، لا عايز اجمع الاول لعب واطلع بالكوره المنظمه من نص الملعب، ده اللي هيفيد النادي الاهلي النهارده. محمود كهربا زي ما الكابتن عادل قال، مش عايز اتحرك على اطراف كتير، خلي الاطراف لبيرسي تاو واحمد عبد القادر، قفشه ممكن يخرج فيها، لكن انت ركز. هو ذكي في تحركاته، يعني في لعيب يجيد التحرك، هو ذكي بيتحرك ويقطع وفي نفس الوقت ممكن يفتح مساحات للناس اللي جايه من تحت، هو بيجيد الكلام ده. وفي نفس الوقت هرجع اقول واكد، الفرص النهارده اللي هتظهر في المباراه لازم النادي الاهلي يجيدها بشكل جيد، دي مهمه جدا. طبعا الكرات الثابته النادي الاهلي مميز فيها، سواء الركنيات، الكرات الثابته اللي بيعملها علي معلول ظهرت لنا في مباراه سان داونز، وجات واحده لحمدي فتحي بالدماغ، لو مركز فيها دي وكان لوحده كان ممكن يسجل منها. فالنهارده يعني كل التوفيق ان شاء الله للاعيبه اللي موجوده. عايز النهارده اهم من كل الكلام اللي احنا بنقوله، لما بتخسر مباراه رده الفعل في المباراه الثانيه، هو ده اللي بيميز النادي الاهلي عن اي فريق. ازاي النهارده جمهوري، بقول لك حتى لو النهارده خسرنا يا كابتن ايمن مش تعادلنا، لكن الجمهور بيبقى قاعد وحاسس. اللعيبه فعلا
يعني بذلت اقصى حاجه عندها، اللعيبه كل واحد بيطلع اقصى ما عنده، التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. لكن الامور دي محتاجين قتال في الملعب من اول دقيقه لاخر دقيقه ان شاء الله. مظبوط. يمكن لان حتى الجماهير لما طلعت زعلانه بعد الماتش اللي فات قالت طب انا حتى انا زعلان طبعا عشان النتيجه الكبيره، ولكن اديني روحك في الملعب. الروح كانت غايبه، والروح كانت غايبه عن معظم لعيبه النادي الاهلي، يعني باستثناء بيرسي تاو اللي هو كان في حاله فنيه جيده. طب وحاله بدنيه جيده. انت قلت لما ضربت مثل في اول الاستوديو، قلت في الدوري العام لما خدنا بطوله الكاس ما كناش في افضل حالاتنا. بالظبط. خدتها علشان الروح دي. بالظبط. علشان القتال، اللعيبه كلها قلبها على قلب بعض، هو ده اللي بيميز النادي الاهلي. مهما انت خسرت بطوله، مهما كسبت بطوله، حتى لو انت مش صحيح. في افضل حالاتك، هو ده اللي دايما الاشياء اللي احنا عمرنا ما بنفقدها في النادي الاهلي. صحيح. خلصنا كلامنا. يبقى عامل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني النهارده، نعمل اللي علينا. يعني اللي قدامنا ان احنا لقاء بنأديه النهارده لقاء صعب، ولكن احنا من اجل مواصله المشوار والتمسك بالامل، مش عايز اقول قبل الاخير او الاخير، والتمسك بالامل اللي باقي حتى نتيجه مباراه الغد. لازم النهارده لعيبه النادي الاهلي كلنا ثقه فيهم ان هم هيعملوا اللي عليهم، نازلين والرغبه عندهم في الفوز. يمكن مختلف مع فاروق صلاح في كلمه او جمله قالها اللي هو زميلنا في الملعب، ان هو لقاء اللعيبه عايزه صالح جماهيرها. لا لا لا، مفيش عندنا كده احنا في النادي الاهلي. هو لقاء زي كل لقاء، لعيبه النادي الاهلي مطالبه بالفوز، مطالبه بالفوز. انا بلعب النهارده على المكسب، كنت بلعب الماتش اللي فات على المكسب، ولكن كنت خارج الفورمه تماما، خارج نطاق الخدمه تماما. النهارده التمسك بالامل القبل الاخير، لان احنا للاسف يعني الموقف مش بايدينا، الموقف باقدام غيرنا، ولكن انت تعمل اللي عليك النهارده وتكسب، وفي انتظار هديه من السماء غدا ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.